يقرأ يسرع لا تجاوب، يأتي من استطاع أن يقرأ سريعا يتقدم ويقرأ سريعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء في هذا المجلس المتتابع من مجالس إقراء كتاب الشفاء بمعرفة حقوق المصطفى أو بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله. وقد آلت هذه المضيفة المباركة على نفسها أن تقرأ هذا الكتاب إقراء متواصلا منذ بداية الشهر الكريم شهر ربيع الأول، وإن شاء الله على أن تنتهي وعلى أن ننتهي من قراءته مع بقية الأساتذة العلماء الذين يقرؤون معنا إن شاء الله في هذا الأسبوع، على أن يكون حفل الختام في هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الفصل الذي نبدأ به اليوم إن شاء الله هو فصل في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته. فليقرأ، اقرأ يا حامد، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. قال الشيخ إمام القاضي عياض رحمه الله ونفع الله به وبعلومه وبعلوم سائر العلماء والمشائخ. فصل في عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل بالله تعالى وصفاته. وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة فللناس فيه خلاف، والصواب أنهم معصومون عليه السلام قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والشك في شيء من ذلك. وقد تعاددت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدوا، ونشأتهم على التوحيد والإيمان، بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة كما نبهنا عليه في الباب الثاني من القسم الأول من كتابنا هذا. ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحدا نبئ واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل، وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. وأنا أقول إن قريشا قد رمت نبينا عليهم السلام بكل ما افترته عليه السلام عليه السلام صلى الله عليه وسلم بكل ما افترته، وعير كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواة. ولم نجد في شيء من ذلك تعييرا لواحد منهم برفضه آلهته برفضه آلهته وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا لكانوا بذلك متبادرين وبتلونه في معبوده محتجين، ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفضع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل. ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه، إذ لو كان لنقل ولما سكتوا عنه، كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة وقالوا ما بلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كما حكاه الله عنهم. وقد استدل القاضي القشيري على تنزيههم عن هذا بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال فطهره الله في الميثاق، وبعيد أن يأخذ منه الميثاق قبل خلقه ثم يأخذ ميثاق النبيين بالإيمان به ونصره قبل مولده بدهور،
ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب، هذا ما لا يجوزه إلا ملحد، هذا معنى كلامه. وكيف يكون ذلك وقد أتاه جبريل عليه السلام وشق قلبه صغيرا واستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله وملأه حكمة وإيمانا كما تظاهرت به أخبار المبدأ. ولا يشبه عليك بقول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس هذا ربي، فإنه قد قيل كان هذا في سن الطفولية وابتداء النظر والاستدلال وقبل لزوم التكليف. وذهب معظم الحذاق من العلماء المفسرين إلى أنه إنما قال ذلك مبكتا لقومه ومستدلا عليهم، وقيل معناه الاستفهام الوارد مورد الإنكار والمراد فهذا ربي. قال الزجاج قوله هذا ربي أي على قولكم، كما قال أين شركائي أي عندكم، ويدل على أنه لم يعبد شيئا من ذلك ولا أشرك قط بالله طرفة عين. قول الله طرفة عين، طرفة عين. قول الله تعالى عنه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ثم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال إذ جاء ربه بقلب سليم أي من الشرك، وقوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن قلت فما معنى قوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قيل إنه لم يؤجدني الله بمعونته أكن مثلكم في ضلالتكم، بمعونته أكن مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم، على معنى الإشفاق والحذر، وإلا فهو معصوم في الأزل من الضلال. فإن قلت فما معنى قوله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ثم قال بعد ذلك عن الرسل قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فلا يشكل عليك لفظة العود وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم. فلا يشكل عليك لفظة العود عندكم فلا يشكل؟ نعم ضم على اللام؟ نعم خطأ؟ فلا يشكل؟ طيب ماشي نعم. فلا يشكل عليك لفظة العود وأنها تقتضي أنهم إنما يعودون إلى ما كانوا فيه من ملتهم، فقد تأتي هذه اللفظة في كلام العرب لغير ما ليس له ابتداء بمعنى الصيرورة، كما جاء في حديث الجهنميين عادوا حمما ولم يكونوا قبل ذلك، ومثله قول الشاعر تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، وما كانا قبل ذلك كذلك. فإن قلت فما معنى قوله ووجدك ضالا فهدى، فليس هو من الضلال الذي هو الكفر. قيل ضالا عن النبوة فهداك إليها، قاله الطبري، وقيل وجدك بين أهل الضلال فعصمك من ذلك وهداك للإيمان وإلى إرشادهم، ونحوه عن السدي وغير واحد، وقيل ضالا عن شريعتك التي لا تعرفها فهداك إليها. والضلال ها هنا التحجر، ولهذا كان عليه السلام يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه إلى الإسلام، قال معناه القشيري. وقيل لا تعرف الحق فهداك إليه، وهذا مثل قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، قاله علي بن عيسى. قال ابن عباس لم تكن له ضلالة معصية، وقيل هدى أي بيّن أمرك بالبراهين، وقيل وجدك ضالا بين مكة والمدينة فهداك إلى المدينة، وقيل المعنى وجدك فهدى بك ضالا. وعن جعفر بن محمد
ووجدك ضالا عن محبتي لك في الأزل أي لا تعرفها فمننت عليك بمعرفتي. وقرأ الحسن بن علي ووجدك ضال فهدى أي اهتدى بك. وقال ابن عطاء ووجدك ضالا أي محبا لمعرفتي والضال المحب كما قال إنك لفي ضلالك القديم أي محبتك القديمة. ولم يريدها هنا في الدين إذ لو قالوا ذلك في نبي الله لكفروا. ومثله عند هذا قوله إنا لنراها في ضلال مبين أي محبة بينة. وقال الجنيد ووجدك متحجرا في بيان ما أنزل عليك فهداك لبيانه لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقيل ووجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى أظهرك فهداك بك السعداء. ولا أعلم أحدا قال من المفسرين ها هنا فيها ضالا عن الإيمان. وكذلك في قصة موسى عليه السلام قوله فعلتها إذا وأنا من الضالين أي من المخطئين الفاعلين شيئا بغير قصد. قاله ابن عرفة. وقال الأزهري معناه من الناسين. وقد قيل ذلك في قوله ووجدك ضالا فهدى أي ناسيا كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فإن قلت فما معنى قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالجواب أن السمرقندي قال معناه ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان. وقال بكر القاضي نحوه. قال ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكام. قال فكان صلى الله عليه وسلم قبل مؤمنا بتوحيده ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل فزاد بالتكليف إيمانا وهو أحسن وجوهه. فإن قلت فما معنى قوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين فاعلم أنه ليس بمعنى قوله والذين هم عن آياتنا غافلون. بل قد حكى أبو عبيد الهروي أن معناه لمن الغافلين عن قصة يوسف إذ لم تعلمها إلا بوحينا. وكذلك الحديث الذي يرويه عثمان بن أبي شيبة بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم فسمع الملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه اذهب حتى تقوم خلفه. فقال الآخر كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام. فلم يشهدهم بعد. فهذا حديث أنكره أحمد بن حنبل جدا وقال هذا موضوع أو شبيه بالموضوع. وقال الدارقطني يقال إن عثمان وهم في إسناده والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يلتفت إليه. والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه عند أهل العلم من قوله بغضت إلي الأصنام وقوله في الحديث الآخر الذي روته أم أيمن حين كلمه عمه وآله في حضور بعض أعيادهم وعزموا عليه فيه بعد كراهته لذلك فخرج معهم ورجع مرعوبا فقال كلما دنوت منها من صنم تمثل لي شخص أبيض طويل يصيح بي وراءك لا تمسه فما شهد بعد لهم عيدا. وقوله في قصة بحيرة حين استحلف النبي صلى الله عليه وسلم باللات والعزى إذ لقيه بالشام في سفرته مع عمه أبي طالب وهو صبي ورأى فيه علامات النبوة فاختبره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال سل عما بدا لك. وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام وتوفيق الله له أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين. توفيقه ولا توفيقه؟ معروف من توفيق الله. المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم وتوفيق الله له. نعم.
وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام وتوفيق الله له أنه كان قبل نبوته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج، فكان يقف هو بعرفة لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. فصل في أنه لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا. قال القاضي أبو الفضل: لا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض أمور الدنيا. نعم. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله: قد بان بما قدمناه عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان والوحي وعصمتهم في ذلك على ما بيناه، فأما ما عدا هذا الباب من عقود قلوبهم فجماعها أنها مملوءة علما ويقينا على الجملة، وأنها قد احتوت من المعرفة والعلم بأمور الدين والدنيا مما لا شيء فوقه. ومن طالع الأخبار واعتنى بالحديث وتأمل ما قلناه وجده. وقد قدمنا منه في حق نبينا عليه السلام في الباب الرابع أول قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه، إلا أن أحوالهم في هذه المعارف تختلف. فأما ما تعلق منها بأمر الدنيا فلا يشترط في حق الأنبياء العصمة من عدم معرفة الأنبياء ببعضها أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه، ولا وصم عليهم فيه، إذ هممهم متعلقة بالآخرة وأنباؤها بالآخرة وأنبائها وأمر الشريعة وقوانينها، وأمور الدنيا تضادها بخلافهم غيرهم من أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كما سنبين هذا في الباب الثاني إن شاء الله. ولكنه لا يقال إنهم لا يعلمون شيئا من أمر الدنيا، فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبله وهم المنزهون عنه، بل قد أرسلوا إلى أهل الدنيا وقلدوا سياستهم وهدايتهم والنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وهذا لا يكون مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية. وأحبال الأنبياء وسيرهم في هذا الباب معلومة، ومعرفتهم بذلك كله مشهورة. وأما إن كان هذا العقد مما يتعلق بالدين فلا يصح من النبي صلى الله عليه وسلم إلا العلم به، ولا يجوز عليه جهله جملة، لأنه لا يخلو أن يكون حصل عنده ذلك عن وحي من الله، فهو ما لا يصح الشك منه فيه على ما قدمناه، فكيف الجهل؟ بل حصل له العلم اليقين، أو يكون فعل ذلك باجتهاده فيما لم ينزل عليه فيه شيء، على القول بتجويز وقوع الاجتهاد منه في ذلك على قول المحققين. وعلى مقتضى حديث أم سلمة رضي الله عنها: إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء، خرجه الثقات. وكقصة أسرى بدر والإذن للمتخلفين على رأي بعضهم، فلا يكون أيضا ما يعتقده مما يثمره اجتهاده إلا حقا وصحيحا. هذا هو الحق الذي لا يلتفت إلى خلاف من خالف فيه ممن أجاز عليه الخطأ في الاجتهاد، لا على القول بتصويب المجتهدين الذي هو الحق والصواب عندنا، ولا على القول الآخر بأن الحق في طرف واحد لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ في الاجتهاد في الشرعيات، ولأن القول في تخطئة المجتهدين إنما هو بعد استقرار الشرع، ونظر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده إنما هو فيما لم ينزل عليه فيه شيء ولم يشرع له قبل، هذا فيما عقد عليه قلبه صلى الله عليه وسلم. فأما ما لم يعقد عليه قلبه من أمر النوازل الشرعية فقد كان لا يعلم منها أولا إلا ما علمه الله عز وجل شيئا فشيئا، حتى استقر علم جملتها عنده إما بوحي من الله أو إذن له أن يشرع في ذلك ويحكم بما أراه الله. وقد كان ينتظر الوحي في كثير منها، ولكنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى استفرغ علم جميعها عنده عليه السلام، وتقررت معارفها لديه على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل. ولكنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى استقر علم جميعها. نعم. لا مش موجود.
مطبوع استقر يتحقق جميل. ولازم هذا متعدي. ولكنه لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى استفرغ علم جميعها عنده صلى الله عليه وسلم، وتقررت معارفها لديه على التحقيق ورفع الشك والريب وانتفاء الجهل. وبالجملة فلا يصح منه الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمر بالدعوة إليه، إذ لا تصح دعوته إلى ما لم يعلم. وأما ما تعلق بعقده من ملكوت السماوات والأرض وخلق الله تعالى وتعيين أسمائه الحسنى وآياته الكبرى وأمور الآخرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم أحوال السعداء سعداء والأشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لا يعلمه إلا بوحي، فعلى ما تقدم من أنه معصوم فيه، لا يأخذه فيما أعلم به شك ولا ريب، بل هو فيه على غاية اليقين. لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان يشترط له العلم لا يشترط له العلم نعم لكنه لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك، وإن كان عنده من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر، لقوله إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، ولقوله ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وقول موسى عليه السلام من قرة أعين وقول موسى عليه السلام للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، على أن تعلمني عندك ياء؟ لا لا ليس ياء من فقط؟ نعم تعلمني على أن تعلمني مما نون بكسرة ليس نعم نعم بالكسرة نعم تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، وقوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، قال زيد بن أسلم وغيره حتى ينتهي العلم إلى الله. وهذا ما لا خفاء به، إذ معلوماته تعالى لا يحاط بها ولا منتهى لها. هذا حكم عقد النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية. فصل: في إجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه. واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه، لا في جسمه بأنواع الأذى ولا على خاطره بالوسابس. وقد أخبرنا القاضي الحافظ أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل قال حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره قال حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال حدثنا إسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وإياي، ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. زاد غيره عن منصور فلا يأمرني إلا بخير، وعن عائشة بمعناه روي فأسلم بضم الميم أي فأسلم أنا منه، وصحح بعضهم هذه الرواية ورجحها. وروي فأسلم يعني القرين أنه انتقل من حال كفره إلى الإسلام فصار لا يأمر إلا بخير كالملك، وهو ظاهر الحديث. ورواه بعضهم فاستسلم. قال القاضي أبو الفضل فإذا كان هذا حكم شيطانه وقرينه المسلط على بني آدم فكيف بمن بعد منه ولن يلزم صحبته ولا أقدر على الذنوب منه. وقد جاءت الآثار بتصدي الشياطين له في غير موطن، رغبة في إطفاء نوره وإماتة نفسه وإدغال شغل عليه، إذ يئسوا من إغوائه فانقلبوا خاسرين، كتعرضه له في صلاته فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأسره. ففي الصحاح قال أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عرض لي، قال عبد الرزاق في سورة هر، فشد علي يقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه. ولقد هممت أن أوثقه
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. رب اغفر لي وهب لي وهب لي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. وفي حديث أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله إبليس جاءني بشهاب من نار ليجعله في وجهي، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وذكر تعوذه بالله منه ولعنه له، ثم أردت أن آخذه وذكر نحوه وقال: لأصبح موثقا يتلاعب به بلدان أهل المدينة. لأصبح موثقا موثقا يعني الشيطان يعني. لأصبح موثقا يتلاعب به بلدان أهل المدينة. وكذلك في حديثه في الإسراء وطلب عفريت له بشعلة نار فعلمه جبريل ما يتعوذ به منه، ذكره في المؤطى. ولما لم يقدر على آذاه على أذاه على أذاه لما لم يقدر على أذاه نعم على أذاه على ولما لم يقدر على أذاه بمباشرته تسبب بالتوسط إلى عداه، كقضيته مع قريش في الائتمار بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وتصوره في صورة الشيخ النجدي، ومرة أخرى في غزوة يوم بدر في صورة سراقة بن مالك، وهو قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، ومرة ينذر بشأنه عند بيعة العقبة. وكل هذا فقد كفأه الله أمره وعصمه ضره وشره، وقد قال عليه السلام: إن عيسى عليه السلام كفي من لمسه فجاء ليطعن بيده في خاصرته حين ولد فطعن في الحجاب، وقال عليه السلام حين لد في مرضه وقيل له: خشينا أن يكون بك ذات الجم، فقال: إنها من الشيطان ولم يكن الله ليسلطه علي. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم؟ فقد قال بعض المفسرين: إنها راجعة إلى قوله: وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: وإما ينزغنك، أي يستخفنك غضب يحملك على ترك الإعراض عنهم، فاستعذ بالله تعالى. وقيل النزغ هنا الفساد، كما قال تعالى: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد. وقيل باعد، وقيل ينزغنك يغرينك ويحركنك، والنزغ أدنى الوسوسة. فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به وخواطر أدنى أداني ووساء وخواطر أداني وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيذ منه فيكفى أمره. الشيطان من إغرائه به وخواطر أداني ينزغنك يغرينك ويحركنك، والنزع أدنى الوسوسة. فأمره الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام الشيطان من إغرائه به وخواطر أداني وساوسه وخواطر أداني وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيذ منه فيكفى أمره، ويكون ذلك سبب تمام عصمته، إذ لم يسلط عليه بأكثر من التعرض له ولم يجعل له قدرة عليه. وقد قيل في هذه الآية غير هذا. وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ويلبس عليه، لا في أول الرسالة ولا بعدها، والاعتماد في ذلك دليل المعجزة. بل لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأتيه من الله الملك ورسوله حقيقة، إما بعلم ضروري يخلقه الله له أو ببرهان يظهره لديه، لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في
أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فاعلم أن للناس في معنى هذه الآية أقابيل، منها السهل والوعث والسمين والغث، وأولى ما يقال فيها ما عليه الجمهور من المفسرين أن التمني هاهنا التلاوة، وإلقاء الشيطان فيها شغله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالي حتى يدخل عليه الوهم والنسيان فيما تلاه، أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من التحريف وسوء التأويل ما يزيله الله وينسخه ويكشف اللبسة وينسخه ويكشف لبسة ويحكم آياته. وسيأتي الكلام على هذه الآية بعد بأشبع من هذا إن شاء الله تعالى. وقد حكى السمرقندي إنكار قول من قال بتسلط الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه، وأن مثل هذا لا يصح. وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذا، ومن قال إن الجسد هو الولد الذي ولد له. وقال أبو محمد المكي في قصة أيوب وقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إنه لا يجوز لأحد أن يتأول أن الشيطان هو الذي أمرضه وألقى الضر في بدنه، ولا يكون ذلك إلا بفعل الله وأمره ليبتليهم ويثيبهم. قال مكي وقد قيل إن الذي أصابه به الشيطان ما وسوس به إلى أهله. فإن قلت فما معنى قوله تعالى عن يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان وقوله عن يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه وقول نبينا عليه السلام حين نام عن الصلاة يوم الوادي إن هذا واد به شيطان، وقول موسى عليه السلام في وكزته هذا من عمل الشيطان الآية. فاعلم أن هذا الكلام قد يرد في جميع هذا على مورد مستمر كلام العرب في وصفهم كل قبيح من شخص أو فعل بالشيطان أو فعله، كما قال تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقال عليه السلام فليقاتله فإنما هو شيطان. وأيضا فإن قول يوشع لا يلزمنا الجواب عنه إذ لم يثبت له في ذلك الوقت نبوة مع موسى، كما حكى الله تعالى في قوله وإذ قال موسى لفتاه، والمروي أنه إنما نبئ بعد موت موسى وقيل قبيل موته، وقول موسى كان قبل نبوته بدليل القرآن، وقصة يوسف أيضا قد ذكر أنها كانت قبل نبوته. وقد قال المفسرون في قوله تعالى فأنساه الشيطان قولين، أحدهما أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربه أحد صاحبي السجن الملك وربه الملك، أي أنساه أن يذكر للملك شأن يوسف عليه السلام. وأيضا فإن مثل هذا من فعل الشيطان ليس فيه تسليط على يوسف عليه السلام ويوشع بوساوس ونزغ، وإنما هو بشغل خواطرهما بأمور أخرى وتذكيرهما من أمورهما ما ينسيهما ما نسياه. وأما قوله عليه السلام إن هذا واد به شيطان فليس فيه ذكر تسلطه عليه ولا وسوسة له، بل إن كان بمقتضى ظاهره فقد بين أمر ذلك الشيطان بقوله إن الشيطان أتى بلالا فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. فاعلم أن تسلط الشيطان في ذلك الباد الذي عرس به إنما كان على بلال المؤكل بكلاءة الفجر، هذا إن جعلنا قوله إن هذا واد به شيطان تنبيها على سبب النوم عن الصلاة، وأما إن جعلناه تنبيها على سبب الرحيل عن الوادي وعلة لترك الصلاة به وهو دليل مساق حديث زيد بن أسلم فلا اعتراض به في هذا الباب لبيانه وارتفاع إشكاله. فصل في صدق أقواله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، وأما أقواله عليه السلام فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصدا وعمدا ولا سهوا أو غلطا،
أما تعمد الخلف في ذلك فمنتف بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق فيما قال اتفاقا وبإطباق أهل الملة إجماعا. وأما وقوعه على جهة الغلط في ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ومن قال بقوله ومن جهة الإجماع فقط وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصبة النبي صلى الله عليه وسلم لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى الدليل أعني دليل المعجزة. لا نطول بذكره فنخرج عن غرض الكتاب بل نعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه لا على وجه العمد ولا على غير عمد ولا في حالة الرضا والسخط والصحة والمرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم. فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا. ولنزد ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا فنقول إذا قامت المعجزة على صدقه وأنه لا يقول إلا حقا ولا يبلغ عن الله إلا صدقا وأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى له صدقت فيما تذكره عني وهو يقول إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل إليكم لأبلغكم نعم إني رسول الله إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم وأبين لكم ما نزل إليكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآيات وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وجه كان. فلو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميز لنا من غيره ولا اختلط الحق في الباطل. فالمعجزة مشتملة على تصديق ولا اختلط الحق. مكتوب كيف مكتوب عندكم ولا اختلط؟ لا يوجد حركة بالابتداء والسكون على خاء والفتح على التاء. يعني واو لام؟ نعم. ألف؟ نعم ألف والخاء بالسكون والتاء بالفتحة. تمام. ولا اختلط الحق بالباطل. فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص. فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب برهانا وإجماعا كما قال أبو إسحاق رضي الله عنه. فصل في رد المؤلف لبعض الشبهات والمطاعن كرده لقصة الغرانيق وبعض الشبه التي يتمسك بها الزائغون. وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين سؤالات منها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ السورة والنجم وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى ويروى ترتضى. وفي رواية إن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا. وفي رواية أخرى والغرانقة العلا تلك للشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون معه والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم. وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تمنى أن لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه. وفي رواية أخرى ألا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه وذكر هذه القصة. وأن جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه السورة فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين. فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه تسلية له وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فاعلم وفقك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين، أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. ولقد صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي. أنا أنصحكم يا شباب وأنتم تقرؤون هذا الكتاب، يعني إن أعدتم قراءته مرة أخرى شيء من التأمل والتركيز والتأني، أنصحكم أن تحفظوا كثيرا من عباراته. فالشيخ رحمه الله يأتي بعبارات مسجوعة ومعبرة سهلة الحفظ قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، فحاولوا أن تكونوا ثروة لغوية وثروة تعبيرية من هذا الكتاب. نعم وفقكم الله. أحسنك الله إليك. ولقد صدق القاضي بكر بن علاء المالكي حيث قال لقد بلي الناس ببعض أهل الهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة، وآخر يقول بل حدث نفسه فسها، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك، وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا نزلت، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة. قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه جربا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه جربا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه من الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار إليه البزار رحمه الله. والذي منه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم
وهو بمكة فسجد وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا توهينه من طريق النقل. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتصور عليه الشيطان. إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتصور عليه الشيطان، أو أن يتصور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا، وذلك كفر أو سهوا، وهو معصوم من هذا كله. وقد قررنا بالبرهان والإجماع عصمته عليه السلام من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يا حامد، لأخذنا منه باليمين ثم، لأن الذال لسن حروف القلقلة. نعم، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ووجه ثان، وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد التئام، لكونه متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي، رأيتم هذا النقد الجميل؟ نعم. ها؟ نعم. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، لكونه متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان هذا ما أقصده يا شباب، يعني نعم. هذه العبارات عبارات يعني تبني عندكم ثروة لغوية وثروة دلالية كبيرة جدا جدا، والحقيقة الكتاب كله يعني يحتاج إلى دراسات متنوعة ومتعددة الحقيقة. الله. نعم، حتى يعني أنا لاحظت أيضا أن الشيخ هنا رحمه الله يتحدث كثيرا عن الإلحاد والملحدين. نعم، وهو في القرن السادس. نعم، هذا بحث، يعني هذا بحث، أسلوب الشيخ بحث يعني. الدكتور محمد خبرنا أن أساليبه في كتاب البحث. طبعا هذا من ناحية الحديثية، القراءات التي ذكرها الشيخ بحث، اختلاف روايات الحديث بحث، أقصد الاختلاف اللغوي في رواية، يعني الحديث الذي ذكرناه منذ قليل: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية فأسلم يعني أنا أسلم منه. نعم. وفي رواية استسلم. نعم. اختلاف هذه الروايات بحث. نعم. كثير جدا، يعني كل يعني قد يستطيع كل واحد منكم أن يمسك بخيط في الكتاب، هذا الكتاب العظيم جدا الذي لم يصنف في الإسلام مثله كما قال حج خليفة، ويستطيع كل ممكن أن يمسك بخيط وأن يتتبعه في الكتاب فيخرج يعني مبحثا مستقلا أو بحثا مستقلا في موضع مستقل. نعم. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد التئام، لكونه متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم.
ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ يا سلام، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ يعني كلمات تحل مشاكل كبيرة جدا. نعم. ووجه ثالث أنه علم من عادة المنافقين ومعاند المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم المسلمين والشمات بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة، وكذلك ما روي في قصة القضية، ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت، فيما روي عن معاند في فما روي عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة، فدل على بطلها واجتثاث أصلها. فدل على بطلها واجتثاث أصلها. يقول لك ولا عن مسلم بسببها بنت شفة، يعني كلمة أيضا، الكلمة بنت الشفتين. نعم، كلمة واحدة. نعم. نعم. ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفل المحدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع، ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقد في قلقلة دائما تسقط منك يا حامد. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أنه ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم شيئا قليلا فكيف كثيرا، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال عليه السلام افتريت على الله وقلت ما لم يقل، وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له؟ فهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الضاد ليست مقلقلة يا شباب يا حامد، حروف القلقلة خمسة. قطب جد إذا سكنت. نعم. القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا سكنت. الضاد ليست منها. نعم. والذال ليست منها، انتبه. نعم. نعم. وقد روي عن ابن عباس كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون أبدا، قال الله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا حكم عام في القرآن من سيدنا عبد الله بن عباس، وقد روي عن ابن عباس كل ما في القرآن كاد، يعني كل كاد في القرآن
ها؟ ما لا يكون فهو ما لا يكون وإنما يقترب. نعم. ولم يذهب وأكاد أخفيها ولم يفعل. نعم شوف قال الله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار ولم يذهب. نعم. إذا لم يقع الذهاب بالأبصار وقال تعالى أكاد أخفيها ولم يفعل فلم يكفيها. نعم. فهذا حكم عام. نعم. في كل القرآن. نعم. قال كل ما في القرآن. نعم. نعم. قال القشيري القاضي ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيمان به إن فعل فما فعل ولا كان ليفعل. قال ابن الأنباري ما قارب الرسول ولا ركن. وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفاسير أخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله يرد سفسافها سفاسفها سفا سفسافها سفسافها لا بأس يرد سفسافها هذا مفرد وهذا جمع سفسافها ما معنى سفسافة؟ رديء يرد سفسافها فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته مما كاده به الكفار وراموا من فتنته ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وسلم وهو مفهوم الآية. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب على ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين فمنها ما رواه قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابته سنة عند قراءته هذه السورة فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم وهذا لا يصح إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم مثله في حالة من أحواله ولا يخلقه الله على لسانه ولا يستولى الشيطان عليه في نوم ولا يقظة لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو. وفي قول الكلب إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه فقال ذلك الشيطان على لسانه. وفي رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال وسها فلما أخبر بذلك قال إنما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا يصح أن يقوله عليه السلام لا سهوا ولا قصدا ولا يتقوله الشيطان على لسانه عليه السلام. وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله في أثناء تلاوته على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار كقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي على أحد التأويلات وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين ثم رجع إلى تلاوته. وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وأنه ليس من المثلو وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر فلا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة فقد كان الكلام فيها قبل غير ممنوع. والذي يظهر ويترجح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على تسليمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا في قراءته كما رواه الثقات عنه فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيما فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكيا نغمة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعوها ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ الصورة قبل ذلك على ما أنزلها الله تعالى وتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها على ما عرف منه. أو الباقلاني باقلاني ذكر مع تشريح. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا وقال إن المسلمين لم يسمعوها وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين وقلوبهم ويكون ما روي من حزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة. وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فمعنى تمنى تلا، قال الله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة. وقوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يذهبه ويزيل اللبس به ويحكم آياته. وقيل معنى الآية هو ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك ويرجع عنه. وهذا نحو من قول الكلب في الآية: إنه حدث نفسه، وقال: إذا تمنى، أي حدث نفسه. وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه. وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني وتبديل الألفاظ وزيادة ما ليس من القرآن، بل السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة. ولكنه لا يقر على هذا السهو، بل ينبه عليه ويذكر به للحين على ما سنذكره في حكم ما يجوز عليه من السهو وما لا يجوز. ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهدا روى هذه القصة والغرانقة العلا، فإن سلمنا القصة قلنا لا يبعد أن هذا كان قرآنا، والمراد بالغرانقة العلا وأن شفاعتهن لترتجى الملائكة على هذا التأويل وهذه الرواية. وبهذا فسر الكربي الغرانقة أنها الملائكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أن الأوثان والملائكة بنات الله، كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح، فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا ذكر آلهتهم، ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوبهم وألقاه إليهم، نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته، ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للتلبيس، كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته. وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة، وفي نسخه حكمة، ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين. وليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. نعم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ ذكر اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها. ذكر اللات والعزى. ماذا تقول الآيات يا شباب في الآية ومنات الثالثة الأخرى؟ طيب، وبلغ ذكر اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ومنات الثالثة الأخرى، نعم، يعني هنا بإضافة ذكر إلى الكلمات. نعم لأن قلت ذكر اللات والعزى، لو كانت على الحكاية لقلنا وبلغ ذكر اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ونضعها بين قوسين. نعم، أنتم معي يا شباب؟ تفهمون ما أقول؟ نعم يعني قال وبلغ ذكر اللات والعزة، فجر كلمة اللات. نعم. فلما جرها أخرجها عن الحكاية، وبناء عليه ما بعده يكون مجرورا، وما بعدها يكون مجرورا مثله. نعم. ومنات الثالثة، طبعا منات
علامة جر الفتحة لأنها يعني مثنى مؤنثة، لكن الثالثة الصفة الأخرى، أو تكون على الحكاية وبلغ ذكرى، ونضع بين قوسين الآية الكلمات الآية نعم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. نعم وبلغ ذكر اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في تلابة النبي صلى الله عليه وسلم ويشغبوا عليه على عادتهم وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه، فسلاه الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، وبين للناس الحق في ذلك من الباطل، وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبس به العدو، وكما ضمنه الله تعالى من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك ما روي من قصة يونس عليه السلام أنه وعد قومه بالعذاب عن ربه، فلما تابوا كشف عنهم العذاب فقال لا أرجع إليهم كذابا أبدا، فذهب مغاضبا. فاعلم أكرمك الله أنه ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم إن الله مهلكهم، وإنما فيه أنه دعا عليهم بالهلاك، والدعاء ليس بخبر يطلب صدقه من كذبه، لكنه قال لهم إن العذاب مصبحكم بغتة كذا وكذا، فكان ذلك كما قال. ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم، قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وروي في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومخايله، قاله ابن مسعود. وقال سعيد بن جبير غشاهم العذاب كما يغشي الثوب القبر. فإن قلت فما معنى ما روي من أن عبد الله بن أبي صرح كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش، فقال لهم إني كنت أصرف محمدا حيث أريد، كان يملي علي عزيز حكيم فأقول أو عليم حكيم، فيقول نعم كل صواب. هذا الكذاب الأشر حقا. نعم. وفي حديث آخر فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب كذا، فيقول أكتب كذا، فيقول أكتب كيف شئت، ويقول أكتب عليما حكيما، فيقول أكتب سميعا بصيرا، فيقول له أكتب كيف شئت. افتراء وكذب حقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرتد الكافر. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن نصرانيا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم ثم ارتد كافرا، وكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له. لا حول ولا قوة. نعم. فاعلم ثبتنا الله وإياك على الحق، ولا جعل للشيطان وتلبيسه الحق بالباطل علينا ولا إلينا سبيلا، أن مثل هذه الحكاية أولا لا توقع في قلب مؤمن ريبا، إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر بالله، ونحن لا نقبل خبر المسلم المهتم، فكيف بكاف فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله، ما هو أعظم من هذا. والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره، وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين. عدو كافر. نعم، من عدو كافر
مبغض للدين مفتر على الله ورسوله، ولم يرد عن أحد من المسلمين ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وافتراه على نبي الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. الآية. وما وقع من ذكرها في حديث أنس رضي الله عنه وظاهر حكايتها فليس فيه ما يدل على أنه شاهدها، ولعله حكى ما سمع. وقد علل البزار حديثه ذلك وقال رواه ثابت عنه ولم يتابع عليه، ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا إنما سمعه من ثابت. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله، ولهذا والله أعلم لم يقر. من هو القاضي أبو الفضل؟ قاضي عياض. نعم. لم يخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد، والصحيح حديث عبد العزيز بن رفيع عن أنس رضي الله عنه الذي خرجه أهل الصحة وذكرناه، وليس فيه عن أنس قول شيء من ذلك من قبل نفسه إلا من حكايته عن المرتد النصراني. ولو كان الصحيحة لما كان فيها قدح ولا توهيم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه، ولا جواز للنسيان والغلط عليه والتحريف فيما بلغه، ولا طعن في نظم القرآن، وأنه من عند الله، إذ ليس فيه لو صح أكثر من أن الكاتب قال له عليم حكيم وكتبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو، فسبقه لسانه أو قلمه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إظهار الرسول لها، إذ كان ما تقدم مما أملأه الرسول يدل عليها ويقتضي وقوعها بقوة قدرة الكاذب على الكلام ومعرفته به وجودة حسه وفطرته، كما يتفق ذلك للعارف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته أو مبتدأ الكلام الحسن إلى ما يتم به، ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة. وكذلك قوله عليه السلام إن صح كل صواب، فقد يكون هذا فيما كان فيه من مقاطع الآي وجهان وقراءتان أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فأملأ إحداهما، وتوصل الكاتب بفطنته ومعرفته بمقتضى الكلام إلى الأخرى فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم كما قدمناه، فصوبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحكم الله من ذلك ما أحكم ونسخ ما نسخ، كما قد وجد ذلك في بعض مقاطع الآي مثل قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه قراءة الجمهور، وقد قرأ بعضهم وهم جماعة فإنك أنت الغفور الرحيم وليست من المصحف. وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقاطع قرأ بهما مع الجمهور وثبتا في المصحف، مثل قرأ بهما جميع الجمهور. جميع الجمهور؟ جميعا معا. تمام. نعم. وقرأ بهما جميع قرأ بهما جميع الجمهور. جميعا جميعا. جميعا. قرأ بهما جميعا الجمهور وثبتا في المصحف، مثل وانظر إلى العظام كيف نوشزها ونوشزها ننشرها وننشزها ننشرها وننشزها وننشزها ويقضي الحق ويقص الحق. وكل هذا لا يوجب ريبا ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم غلطا ولا بهما. وقد قيل إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب إلى الناس غير القرآن، فيصف الله ويسميه في ذلك كيف يشاء. فصل. في حاله صلى الله عليه وسلم في أخبار الدنيا، هذا القول فيما طريقه البلاغ، وأما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام ولا أخبار المعاد ولا تضاف إلى وحي، بل في الأمور الدنيا وأحوال نفسه، فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه وفي سخطه وجده ومزحه وصحته ومرضه. وجده جد وجده نعم.
وجده ومزحه وصحته ومرضه. ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه، وذلك أن نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أهواله، إلى تصديق جميع أحواله والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو أم لا. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي، هل وقع فيها سهو أم لا؟ نعم، يعني الفصيح هل وقع فيها سهو أو لا؟ أو لا، أو لا بدل أم. نعم، أو لا، هل وقع فيها سهو أو لا؟ نعم. ولما احتج ابن أبي الحقيق اليهودي على عمر حين أجلاه من خيبر بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، واحتج عليه عمر رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر؟ فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال عمر: كذبت يا عدو الله. وأيضا فإن أخباره وآثاره وسيره وشمائله معتنا بها مستقصا تفاصيلها، ولم يرد في شيء مستقصا تفاصيلها ولم يرد في شيء منها استدراكه عليه السلام. ما عرفت تفاصيلها؟ مستقصى نائب فاعل. أحسنت، نائب فاعل. نعم. ولم يرد في شيء منها استدراكه عليه السلام لغلط في قول قاله أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به، بوهم في شيء أخبر به. ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته عليه السلام في رجوعه صلى الله عليه وسلم عما أشار به على الأنصار في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيا لا خبرا. وغير ذلك من الأمور التي ليست من هذا الباب، كقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي حلفت عليه وكفرت عن يميني، وقوله: إنكم تختصمون إلي الحديث، وقوله: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر، كما سنبين كل ما في هذا من مشكل ما في هذا الباب والذي بعده إن شاء الله مع أشباهها. وأيضا فإن الكذب متى عرف من أحد في شيء من الأخبار بخلاف ما هو على أي وجه كان استريب بخبره واتهم في حديثه ولم يقع لقوله في النفوس موقع. ولهذا ما ترك المحدثون والعلماء الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط مع ثقته. وأيضا فإن تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع مسقط للمروءة، وكل هذا مما ينزه. هذا من الأحكام والعبارات الجميلة. نعم، تعمد الكذب في أمور الدنيا معصية والإكثار منه كبيرة بإجماع مسقط للمروءة، يعني نعم. الذي يكذب كثيرا عديم المروءة. نعم نعم. وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة، والمرة الواحدة منه فيما يستبشع ويستشنع ويشيع مما يخل بصاحبها ويزري بقائلها لاحقة بذلك. وأما فيما لا يقع هذا الموقع فإن عددناها من الصغائر فهل يجري على حكمها في الخلاف فيها مختلف فيه. والصواب تنزيه النبوة عن قليله وكثيره، سهوه وعمده، إذ عمدة النبوة البلاغ والإعلام والتبيين وتصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك ومشكك فيه مناقض للمعجزة. فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه لا بقصد ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من سامح في تجويد ذلك عليهم حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ. نعم، وبأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة ولا الاتسام به في أمورهم وأحوالهم، لأن ذلك كان يزري ويريب بهم وينفر القلوب عن تصديقهم بعد. وانظر إلى أحوال أهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق أهل النقل على عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم منه قبل وبعد. وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه. فصل في رد بعض الاعتراضات والشبه كسهبه صلى الله عليه وسلم في الصلاة
وقول إبراهيم إني سقيم. فإن قلت فما معنى قوله عليه السلام في حديث السهب الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر قال حدثنا القاضي أبو الأسبغ بن سهل قال حدثنا أحاتم بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله بن الفخار قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. كل ذلك هناك بالمنون كل ذلك. قال يا رسول الله أقصرت الصلاة وأقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. لو كل خطأ. كل يعني ذلك لم يكن. لكن لو كل يعني كل ذلك حدث. وفي الرواية الأخرى ما قصرت الصلاة وما نسيت الحديث بقصته. فأخبره بنفي الحالتين وأنها لم تكن، وقد كان أحد ذلك كما قال ذو اليتين قد كان بعد ذلك يا رسول الله فاعلم وفقنا الله وإياك. أن للعلماء في ذلك أجوبة بعضها بصدد الإنصاف ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساب، وها أنا أقول. أما على القول بتجويز الوهم والغلط، أجوبة بعضها بصدد الإنصاف ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساب. سمعتم قبل هذا مثل هذا الكلام؟ لا. وها أنا أقول. أما على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغ وهو الذي زيفناه من القولين، فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه. نعم. التعسف والاعتساف. طبعا تعسف، التعسف مصدر الفعل تعسف، والاعتساف مصدر الفعل اعتسف، لكن كلاهما فيه تكلف، يعني كلا الصيغتين فيه دلالة التكلف، تفعل وافتعل. نعم. وذلك افتعل هذه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لها ما كسبت الكسب هذا الحلال، والاكتساب غالبا يكون شيئا غير حلال لأن فيه افتعال. غالبا الإنسان حين يرتكب الذنب أو الحرام، يعني أجركم الله، خاصة في المراحل الأولى يكون يعني متلفتا ومتكلفا، لكن الحلال يفعل بكل يسر وسهولة. يعني كما كان يقول رحمة الله عليه شيخنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، كان يضرب مثل بهذا، يعني يقول مثلا الرجل مع زوجه ومع 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 غير زوجه، يعني الرجل حين يسير مع امرأة ليست زوجته أو ليست زوجه، ها تجده ينظر يملة ويسرة ويذهب بها في مكان بعيد ويخاف أن يراه أحد، ها هذا 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 اكتساب فيه تكلف. لكن مع زوجه ها تكون يعني حاملا وكذا، تعب من سكته ويده في يدها ويسيران في الحارة أو في الطريق أو في الشارع كما كان يقول الشيخ رحمة الله، حلال. فهذا كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان، وهي الكلمة نفسها، حتى كلمة التعسف المادة الأصلية نفسها العين والسين والفاء فيها معنى التعسر والتكلف. نعم. وأما على مذهب من يمنع السهو والنسيان في أفعاله جملة ويرى أنه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليسنى، فهو صادق في خبره لأنه لم ينس ولا قصرت، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة ليسنه لمن اعتراه مثله، وهو قول مرغوب عنه ونذكره في موضعه. وأما على إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويد السهو عليه فيما ليس طريقه القول كما سنذكره، ففيه أجوبة. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اعتقاد صدق باطنا وظاهرا، فحق وصدق
باطنا وظاهرا. فحق وصدق باطنا وظاهرا. وأما النسيان فأخبر صلى الله عليه وسلم عن اعتقاده وأنه لم ينس في ظنه، فكأنه قصد الخبر بهذا عن ظنه وإن لم ينطق به. وبقوله في بعض الرواية الحديث الآخر لست أنسى ولكن أنسى، فلما قال له السائل أقصرت الصلاة أم نسيت، أنكر قصرها كما كان ونسيانه هو من قبل نفسه، وأنه إن كان جرى شيء من ذلك فقد نسي حتى سأل غيره فتحقق أنه نسي وأجري عليه ذلك ليسن. فقوله على هذا لم أنس ولم تقصر أو كل ذلك لم يكن صدق وحقه، لم تقصر ولم ينس حقيقة ولكنه نسي. ووجه آخر استثرته من كلام بعض المشايخ، وذلك أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو ولا ينسى، ولذلك نفع عن نفسه النسيان، قال لأن النسيان غفلة وآفة والسهو إنما هو شغل بال، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها. هنا الفرق بين النسيان والسهو، هو هنا صراحة وجه النسيان عيب. نعم وجه التغليب في موضعه صراحة. نعم، فهذا أيضا شيء آخر يعني. نعم النسيان عيب صح، والسهو ليس بعيب. النسيان غفلة وآفة، وأما السهو فشغل بال. شغل بال يعني الواحد لم ينس لكن باله مشغول، يعني مشغول بأشياء أخرى فيسهو عن أمر. مثلا الشيخ عوض مثلا كلفني بشيء أو طلب مني شيء فسهوت عنه لأنني انشغلت بأشياء أخرى، لكن لم أنسه يعني، لكنني مشغول بأشياء أخرى. لكن النسيان هذا يعني نسأل الله تعالى يعني أن يعافينا ويعافيكم من الزهايمر والنسيان. نعم سجود الصح. نعم قال لأن النسيان غفلة وآفة والسهو إنما هو شغل بال، قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ولا يغفل عنها، وكان يشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. فهذا إن تحقق على هذا المعنى لم يكن في قوله ما قصرت الصلاة ولا نسيت خلف في قول. وعندي أن قوله ما قصرت الصلاة وما نسيت بمعنى الترك الذي هو أحد وجهي النسيان أراد، والله أعلم إني لم أسلم من ركعتين تاركا لإكمال الصلاة ولكني نسيت، ولم يكن ذلك من تلقاء نفسي. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إني لأنسى أو أنسى لأسن. وأما قصة كلمات إبراهيم عليه السلام المذكورة في الحديث أنها كذباته الثلاث المنصوصة في القرآن، منها اثنتان قوله إني سقيم، وقالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقوله للملك عن زوجته إنها أختي فاعلم أكرمك الله أن هذه كلها خارجة عن الكذب لا في القصد ولا في غيره، وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب. نعم. أما قوله إني سقيم مندوحة. نعم. أما قوله إني سقيم فقال الحسن وغيره معناه سأسقم، أي إن لكل مخلوق معرض لذلك، فأعتذر لقومه من الخروج معهم إلى عيدهم. وقيل بل سقيم بما قدر علي من الموت، وقيل سقيم القلب بما أشاهده من كفركم وعنادكم، وقيل بل كانت الحمى تأخذه عند طلوع نجم معلوم فلما رآه قال هذا اعتذر بعادته. وكل هذا ليس فيه كذب بل هو خبر صحيح صدق. وقيل بل عرض بسقم حجته عليهم بضعف ما أراد بيانه لهم من جهة النجوم التي كانوا يشتغلون بها، وأنه أثناء نظره في ذلك وقبل استقامة حجته عليهم في حال سقم ومرض حال، مع أنه لم يشك حال 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 نعم
في حال سقم ومرض حال، مع أنه لم يشك هو ولا ضعف إيمانه، ولكنه ضعف في استدلاله عليهم بسقم نظره وسقم نظره، كما يقال حجة سقيمة ونظر معلول، حتى ألهمه الله باستدلاله وصحة حجته عليهم بالكوكب والشمس والقمر ما نصه الله تعالى، وقد قدمنا بيانه. وأما قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإنه علق خبره بشرط نطقه، كأنه قال إن كان ينطق فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، فهو فعله على طريق التبكيت لقومه، وهذا صدق أيضا ولا خلف فيه. وأما قوله أختي فقد بين في الحديث وقال فإنك أختي في الإسلام، وهو صدق، والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، فإن قلت فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها كذبات، وقال لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات، وقال في حديث الشفاعة ويذكر كذباته، فمعناه أنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب، وإن كان حقا في الباطن إلا هذه الكلمات. ولما كان مفهوم ظاهرها خلاف باطنها أشفق إبراهيم عليه السلام من مؤاخذته بها. وأما الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فليس فيه خلف في القول، إنما هو ستر مقصده لئلا يأخذ عدوه حظه، وكتم وجه ذهابه بذكر السؤال عن موضع آخر والبحث عن أخباره والتعريض بذكره، لا أنه يقول تجهزوا إلى غزوة كذا أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، أو وجهتنا إلى موضع كذا خلاف مقصده، فهذا لم يكن، والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. فإن قلت فما معنى قول موسى عليه السلام وقد سئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الأول ليس فيه خبر، نعم والأول ليس فيه خبر يدخله الخلف. فإن قلت فما معنى قول موسى عليه السلام وقد سئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه ذلك إذ لم يرد العلم إليه الحديث، وفيه قال بل عبد لنا بمجمع البحرين أعلم منك، وهذا خبر قد أنبأ الله أنه ليس كذلك. فاعلم أنه قد وقع في هذا الحديث من بعد طرقه الصحيحة عن ابن عباس هل تعلم أحدا أعلم منك، فإذا كان جوابه على علمه فهو خبر حق وصدق ولا خلف فيه ولا شبهة. وعلى الطريق الآخر فمحمله على ظنه ومعتقده كما لو صرح به، لأن حاله في النبوة والاصطفاء يقتضي ذلك، فيكون إخباره بذلك أيضا عن اعتقاده وحسبانه صدقا لا خلف فيه. وقد يريد بقوله أنا أعلم بما تقتضيه وظائف النبوة من علوم التوحيد وأمور الشريعة وسياسة الأمة، ويكون الخضر أعلم منه بأمور أخرى مما لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله من علوم غيبه كالقصص المذكورة في خبرهما. فكان موسى عليه السلام أعلم على الجملة بما تقدم، وهذا أعلم على الخصوص بما أعلم به الله. ويدل عليه قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وعتب الله ذلك عليه فيما قاله العلماء إنكار هذا القول عليه، لأنه لم يرد العلم إليه. إنكار هذا القول عليه أو إنكار هذا القول عليه فيما قال العلماء إنكار هذا القول عليه فيما قاله العلماء إنكار هذا القول عليه، لأنه لم يرد العلم إليه، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، أو لأنه لم يرد قوله شرعا، وذلك والله أعلم لئلا يقتدي به فيه من لم يبلغ كماله في تزكية نفسه وعلو درجته من أمته، فيهلك لما تضمنه من مدح الإنسان نفسه ويورثه ذلك من الكبر والعجب والطاعة والدعوة. وإن نزه عن هذه الرذائل الأنبياء فغيرهم بمدرجة سيلها ودرك ليلها إلا من عصمه الله، فالتحفظ منها أولى لنفسه وليقتدى به. ولذا قال عليه السلام تحفظا من مثل هذا مما قد أعلم به أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم.
وهذا الحديث إحدى حجج حجح القائلين حجحي هناك إحدى حجج القائلين بنبوة الخضر وقوله فيه أنا أعلم من موسى هناك جيم متروك ولي أعلم من النبي. وهذا الحديث إحدى حجج القائلين بنبوة الخضر عليه السلام لقوله فيه أنا أعلم من موسى، ولا يكون الولي أعلم من النبي بل النبي أعلم من الولي. فأما الأنبياء فيتفاضلون في المعارف وبقوله وما فعلته عن أمري، فدل أنه بوحي. ومن قال إنه ليس بنبي قال يحتمل أن يكون فعله بأمر نبي آخر. وهذا يضعف لأنه ما علمنا أنه كان في زمن موسى عليه السلام نبي غيره إلا أخاه هارون، وما نقل أحد من أهل الأخبار في ذلك شيئا يعول عليه. وإذا جعلنا أعلم منك ليس على العموم وإنما هو على الخصوص، وفي قضايا معينة لم يحتج إلى إثبات نبوة الخضر. ولهذا قال بعض الشيوخ كان موسى أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله. والقدر أعلم فيما دفع إليه من موسى. وقال آخر إنما ألجئ موسى إلى الخضر للتأديب لا للتعليم. فصل في عصبة الأنبياء من الصغائر والكبائر. وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، والاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد، وما قدمناه من معارفه المختصة به. فأجمع المسلمون على عصبة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات، ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه، وهو مذهب القاضي أبي بكر. ومستند الجمهور في ذلك الإجماع الذي ذكرناه. نعم. وهو مذهب القاضي أبي بكر، ومنعها غيره بدليل العقل مع الإجماع، وهو قول الكافة، واختاره الأستاذ أبو إسحاق. وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ، لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة. تقتضي العصمة هناك العصمة كل ذلك تقتضي من تقتضي العصمة منه المعجزة. نعم. لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على ذلك من الكافة. والجمهور قائلون بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله، معتصمون باختيارهم وكسبهم إلا حسين النجار، فإنه قال لا قدوة لهم على المعاصي أصلا. وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، وسنريد بعد هذا ما احتجوا به. وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأتي في الشرع قاطع بأحد الوجهين. وذهبت طائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره إن كل ما عصي الله عز وجل به فهو كبيرة، وإنه إنما سمي منها الصغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، ومخالفة الباري في أي أمر كان يجب كونه كبيرة. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك، بخلاف الكبائر إذا لم يتم منها فلا يحبطها شيء، والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء. قال القاضي رحمه الله وقال بعض أئمتنا ولا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة وأسقطت المروءة وأوجبت الإزراء والخساسة، فهذا أيضا مما يعصم عنه الأنبياء إجماعا، لأن مثل هذه يحط منصبه المتسم به ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه. يحط منصبه المتسم به. المتسم به. نعم متسم نعم. به. نعم. ويزري بصاحبه وينفر القلوب عنه،
والأنبياء منزهون عن ذلك، بل يلحق بهذا ما كان من قبيل المباح فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر. وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعة المكروه قصدا، وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم مطلقا. وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة من غير التزام قرينة بل مطلقا عند بعضهم، وإن اختلفوا في حكم ذلك. وحكى ابن خويز من ذاذ وأبو الفرج عن مالك التزام ذلك وجوبا، وهو قول الأبهري وابن القصار وأكثر أصحابنا، وقول أكثر أهل العراق وابن سريج والإصطخري وابن خيران من الشافعية، وأكثر الشافعية على أن ذلك ندب. وذهبت طائفة إلى الإباحة، وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، ومن قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد. قال: فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يكن الاقتداء بهم في أفعالهم، إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة أو الإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ونزيد هذا حجة بأن نقول: من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا عليه السلام مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، وأنه متى رأى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه في نفسه؟ ثم يجوز وقوعه نعم ثم يجوز وقوعه منه في نفسه. وعلى هذا المأخذ تجب عصمتهم من مواقعة المكروه كما قيل. وإذ الحظر أم الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه. وأيضا قد علم من دين الصحابة قطعا الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم كيف توجهت، وفي كل فن كالاقتداء بأقباله، فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمة، وخلعوا نعالهم حين خلع نعله، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالسا لقضاء حاجته مستقبلا بيت المقدس. واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقال: هل لا خبرتها أني أقبل وأنا صائم؟ وقالت عائشة محتجة: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وغضب عليه السلام على الذي أخبر بمثل هذا عنه، فقال: يحل الله لرسوله ما يشاء، وقال: إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. والآثار في هذا أعظم من أن نحيط عليها، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها، ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا ولنقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك، ولما أنكر عليه السلام على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه. وأما المباحات فجائز وقوعها منهم، إذ ليس فيها قدح بل هي مأذون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة وشرحت له صدورهم من أنوار المعرفة واصطفوا به من تعلق الهمم بالله والدار الآخرة، لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم وصلاح دينهم وضرورة دنياهم، وما أخذ على هذه السبيل التحق بطاعة وصار قربة كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا عليه السلام فبان لك عظيم فضل الله على نبينا عليه السلام وعلى سائر أنبيائه عليه السلام بأن جعل كما بينا منه أول الكتاب طرفا 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 أي نعم طرفا كما بينا منه أول الكتاب طرفا في خصال نبينا طرف النظر العين نعم طرف في خصال نبينا عليه السلام طرف يعني الجانب
فبان لك عظيم فضل الله على نبينا عليه السلام وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية. فصل: في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة. وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة، فمنها فمنعها قوم وجوزها آخرون، والصحيح إن شاء الله تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب. فكيف والمسألة تصورها كالممتنع؟ فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع. وقد اختلف الناس في حال نبينا عليه السلام قبل أن يوحى إليه، هل كان متبعا لشرع قبله أم لا؟ فقال جماعة: لم يكن متبعا لشيء، وهذا قول الجمهور. فالمعاصي على هذا القول غير موجودة ولا معتبرة في حقه حينئذ، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر والنواهي وتقرر الشريعة. ثم اختلفت حجج القائلين بهذه المقالة عليها، فذهب سيف السنة ومقتدى فرق الأمة القاضي أبو بكر إلى أن طريق العلم بذلك النقل وموارد الخبر من طريق السمع، وحجته أنه لو كان ذلك لنقل ولما أمكن كتمه وستره في العادة، إذ كان من مهم أمره وأولى ما اهتبل به من سيرته. إذن كثيرا ما يعتمد الشيخ على القاضي البقلاني. القاضي البقلاني رحمه الله متوفى سنة 340، وهذا أيضا جانب آخر من جانب الدراسة في هذا الكتاب. الروافد التي اعتمد عليها الشيخ في تأليف هذا الكتاب، سواء من المصادر أو من الأشخاص. نعم. ولا فخر بها أهل تلك الشريعة ولا احتجوا به عليه، ولم يؤثر شيء من ذلك جملة. وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلا، قالوا لأنه يبعد أن يكون متبوعا من عرف تابعا، وبنوا هذا على التحسين والتقبيح، وهي طريقة غير سديدة، واستناد ذلك إلى النقل كما تقدم للقاضي أبي بكر أولى وأظهر. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه السلام وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك، إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقل، ولا استبان عندنا في أحدهما طريق النقل، وهو مذهب أبي المعالي. وقالت فرقة ثالثة إنه كان عاملا بشرع من قبله ثم اختلفوا بشرع من قبله ثم اختلفوا هل يتعين ذلك الشرع أم لا، فوقف بعضهم عن تعيينه. أو لا، هناك أيضا أو لا، هناك مكتوب أم لا. نعم أعرف، لكن نعم. قبل ذلك هل يتعين ذلك الشرع أو لا؟ كان السؤال بهل، وسنذكر يعني المعادل، فنقول أو وليس أم في كل مقام. لكن السؤال أم تأتي إذا كان السؤال بالهمزة. نعم، هذا في كل مكان أو أكثر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لكن مع هل نقول أو. نعم، هذا في كل مكان أو أكثر. نعم، إذا كان السؤال بهل نقول أو. أحسن الله إليك. فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم، وجسر بعضهم على التعيين وصمم. ثم اختلفت هذه المعينة في من كان يتبع فقيل نوح، وقيل إبراهيم، وقيل موسى، وقيل عيسى صلوات الله عليهم. فهذه جملة المذاهب في هذه المسألة، والأظهر فيها ما ذهب إليه القاضي أبو بكر، وأبعدها مذاهب المعينين. وأبعدها مذاهب المعينين. إذ لو كان شيء من ذلك لنقل كما قدمنا، ولم يخف جملة، ولا حجة لهم في أن عيسى آخر الأنبياء، فلزم شريعته من جاء بعدها، إذ لم يثبت عموم دعوة عيسى، بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولا حجة أيضا للآخرين في قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ولا للآخرين في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فتحمل هذه الآية
على اتباعهم في التوحيد كقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقد سمى الله تعالى فيهم من لم يبعث ولم يكن له شريعة تخصه كيوسف بن يعقوب على قول من يقول إنه ليس برسول. وقد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الآية شرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فدل أن المراد ما اجتمعوا عليه من التوحيد وعبادة الله تعالى. وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخالفون بينهم؟ أما من منع الاتباع عقلا فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية، وأما من مال إلى النقل فأينما تصور له وتقرر اتبعه. فأينما تصور له وتقرر اتبعه. وهناك الضم على الراء. خطأ. فأينما تصور له وتقرر. نعم. نعم. فأينما تصور له وتقرر اتبعه. ومن قال بالوقف على أصله ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله يلتزمه بمساق حجته في كل نبي. فصل. في حكم السهو والنسيان في الوظائف الشرعية، هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف، وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه، فأحوال الأنبياء عليهم السلام في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم وكونه في ترك وفي كونه ليس في ترك المؤاخذة وفي كونه لا بأس. نعم. نعم وفي كونه. وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء. ثم ذلك على نوعين، ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه، وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه. أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب، وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهبا. وكذلك قالوا الأفعال في هذا الباب لا يجوز طرب المخالفة فيها لا عمدا ولا سهبا، لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء، وطرب هذه العوارض عليها يوجب التشكيك ويسبب المطاعن. واعتذروا عن أحاديث السهب بتوجيهات نذكرها بعد هذا. وإلى هذا مال أبو إسحاق واعتذروا عن أحاديث السهب واعتذروا هناك مكتوب واعتذروا واعتذروا نعم عن أحاديث السهب عن أحاديث نعم عن أحاديث السهب عن أحاديث عن أحاديث السهب نعم واعتذروا عن أحاديث السهب بتوجيهات نذكرها بعد هذا نذكرها بعد هذا. وإلى هذا مال أبو إسحاق الإصفرايني، وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في أيضا هنا أبو إسحاق هو الإصفرايني. نعم نعم متوفى سنة 18400 هذا الرجل لأنه كان نائما لأنه كان نائما نعم يا سلام الشيخ فعل مثل ذلك من الخطيب الذي كان يخطب ويقول يعني انتبهوا لبناتكم ولا تجعلهن يعني يخرجن وحدهن ويذهبن إلى كذا، فإن إحداهن تقول لك إنها ذاهبة مثلا لشراء شيء أو للمذاكرة مع زميلتها وهي تذهب إلى الحبيب، فكان أحدهم نائما وقال صلى الله عليه وسلم في الخطبة. نعم وذهب الأكثر من الفقهاء وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائزة عليه، كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة، وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول ومخالفة ذلك يناقضها. وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة، بل غلطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال عليه السلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم
بل حالة النسيان والسهب هنا في حقه عليه السلام سبب إفادة علم وتقرير شرع، كما قال عليه السلام: إني لأنسى أو أنسى لأسن، بل قد روي: لست أنسى ولكن أنسى لأسن. وهذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة، بعيدة عن سمات النقص واعتراض الطعن، فإن القائلين بتجويد ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهب والغلط، بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح، وقبل انقراضهم على قول الآخرين. وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله عليه السلام وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليتبع فيه، فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهب والغلط عليه فيها ولحوق الفترات والغفلات بقلبه، وذلك بما كلفه من مقاسات الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال، بل على سبيل النذور، كما قال عليه السلام: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. وليس في هذا شيء يحط من رتبته ويناقض معجزته. وذهبت طائفة إلى منع السهل والنسيان والغفلات والفترات في حقه عليه السلام جملة، وهو مذهب جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب والمقامات، ولهم في هذه الأحاديث مذاهب نذكرها إن شاء الله بعد. أحسنت يا شيخ حامد، جزاك الله خيرا. أرفعك قليلا. نعم. حتى أقرأ. نعم. أخوك الشيخ عمرو. لا شوف حتى وصلت لصفحة كام؟ طيب أكمل. فصل في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه السلام. وصلت صفحة كام عندك؟ كم الفصل صفحة كام يا شباب عندكم؟ هذا في نسخة كوشك 677. 677. نعم. طيب جميل. في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه السلام. قد قدمنا في الفصول قبل هذا ما يجوز فيه عليه السهو عليه السلام وما يمتنع، وأحلناه في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطعا، وأجزنا وقوعه في الأفعال الدينية على الوجه الذي رتبناه، وأشرنا إلى ما ورد في ذلك، ونحن نبسط القول فيه هاهنا إن شاء الله، ونقول: الصحيح من الأحاديث الواردة في سهوه عليه السلام في الصلاة ثلاثة أحاديث: أولها حديث ذي اليدين في السلام من اثنتين، الثاني حديث ابن بحينة في القيام من اثنتين، الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا. وهذه الأحاديث مبنية على السهو وفي الفعل الذي قررناه، وحكمة الله فيه ليستن به، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول وأرفع للاحتمال، وشرطه أنه لا يقر على السهو بل يشعر به ليرتفع الالتباس وتظهر فائدة الحكمة فيه كما قدمناه. وإن النسيان والسهو في الفعل في حقه عليه السلام غير مضاد للمعجزة ولا قادح في التصديق، وقد قال عليه السلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله فلانا لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن وجربا أنسيتهن. وقال عليه السلام: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قيل: هذا اللفظ شك من الراوي، وقد روي: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسنة. وذهب ابن نافع وعيسى بن دينار أنه ليس بشك، وأن معناه التقسيم، أي أنسى أنا أو ينسيني الله. قال القاضي أبو الوليد الباجي: أو ينسيني الله. نعم. قال القاضي أبو الوليد الباجي: يحتمل ما قالاه أن يريد إني أنسى في اليقظة وأنسى في النوم، أو أنسى على سبيل عادة البشر من الذهول عن الشيء والسهو، أو أنسى مع إقبالي عليه وتفرغي له. فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه إذ كان له بعض السبب فيه، ونفى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالمضطر. وذهبت طائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة ولا ينسى، لأن النسيان ذهول وغفلة وآفة. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها، والسهو شغل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في صلاته ويشغلها عن حركات الصلاة ما في الصلاة
ويشغله عن حركات الصلاة ما في الصلاة شغلا بها لا غفلة عنها. واحتج بقوله في الرواية الأخرى إني لا أنسى. وذهبت طائفة إلى منع هذا كله عنه، وقالوا إن سببه عليه السلام كان قصدا وعمدا ليسن. وهذا قول مرغوب عنه متناقض المقاصد لا يحلى منه بطائل، لأنه كيف يكون متعمدا ساهيا في حال ولا حجة لهم في قولهم إنه أمر بتعمد صورة النسيان ليسن، لقوله عليه السلام إني لأنسى أو أنسى لأسن. وقد أثبت أحد الوصفين ونفى مناقضة التعمد والقصد، وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد مال إلى هذا عظيم من المحققين من أئمتنا، وهو أبو المظفر الإصفرايني، ولم يرتضيه غيره منهم ولا أرتضيه. ولا حجة لهاتين الطائفتين في قولي إني لا أنسى ولكن أنسى، إذ ليس فيه نفي حكم النسيان بالجملة، وإنما فيه نفي لفظه وكراهة لقبه، كقوله بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا ولكنه نسي، أو نفي الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الصلاة عن قلبه لكن شغل بها عنها ونسي بعضها ببعضها، كما ترك الصلاة يوم الخندق حتى خرج وقتها وشغل بالتحرز من العدو عنها فشغل بطاعة عن طاعة. وقيل إن الذي ترك يوم الخندق 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبه احتج من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الحرب إذ لم يتمكن من الحرب أن في الخوف في الحرب في الحرب عندك في الحرب عندي في الحرب طيب إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن. طيب لا هو طالما وقت الأمن إذا الخوف ولا نعم في الحرب لها يعني حالة خاصة في الصلاة. هناك في الهامش في المطبوع الخوف. وبه احتج من ذهب إلى جواز تأخير الصلاة في الخوف نعم إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن، وهو مذهب الشاميين. والصحيح أن حكم صلاة الخوف كان بعد هذا فهو ناسخ له. فإن قلت فما تقول في نومه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة يوم الوادي؟ إثبات كلمة الخوف هو الأولى. نعم. وقد قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فاعلم أن للعلماء عن ذلك أجوبة، منها أن المراد بأن هذا حكم قلبه عند نومه وعينيه في غالب الأوقات، وقد ينظر منه غير ذلك كما ينظر من غيره خلاف عادته. ويصحح هذا التأويل قوله عليه السلام في الحديث نفسه إن الله قبض أرواحنا إن الله قبض أرواحنا. وقول بلال فيه ما ألقيت علي نومة مثلها قط، ولكن مثل هذا إنما يكون منه لأمر يريده الله من إثبات حكم وتأسيس سنة وإظهار شرع. وكما قال في الحديث الآخر لو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن يكون لمن بعدكم. الثاني أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث فيه، لما روي أنه كان محروسا وأنه كان ينام حتى ينفخ وحتى يسمع غطيطه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. وحديث ابن عباس المذكور فيه وضوءه عند قيامه من النوم فيه نومه مع أهله، فلا يمكن الاحتجاج به على وضوئه عليه السلام بمجرد النوم، إذ لعل ذلك لملامسة الأهل أو لحدث آخر. فكيف وفي آخر الحديث نفسه ثم نام حتى سمعت غطيطته ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وقيل لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم، وليس في قصة الوادي إلا نوم عينيه عن رؤية الشمس، وليس هذا من فعل القلب. وقد قال عليه السلام إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإن قيل فلولا عادته من استغراق النوم لما قال لبلال أكلأ لنا الصبح إكلأ لنا الصبح. فقيل في الجواب إنه كان من شأنه عليه السلام التغليس بالصبح ومراعاة أول الفجر، لا يصح ممن نامت عينه إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح الظاهرة، فوكل بلالا بمراعاة أوله ليعلمه بذلك، كما لو شغل بشغل ليعلمه نعم ليعلمه بذلك
كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته. فإن قيل فما معنى نهي عليه السلام عن القول نسيت، وقد قال عليه السلام إني أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقال لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها. فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض في هذه الألفاظ، أما نهيه عن أن يقال نسيت آية كذا فمحمول على ما نسخ فعله من القرآن، أي حفظه، هناك فعله، طيب، على ما نسخ فعله من القرآن، أي إن الغفلة في هذا لم تكن منه، ولكن الله تعالى اضطره إليها ليمحو ما يشاء ويثبت، وما كان من سهو وغفلة من قلبه تذكرها صلح أن يقال فيه أنسى. صلح، هناك صلح مكتوب. صلح صلح نعم. صلح أن يقال فيه أنسى. وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائه. صلح نعم. وقد قيل إن هذا منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاستحباب في أنه يضيف الفعل إلى خالقه، والآخر على طريق الجواز لاكتساب العبد فيه وإسقاطه عليه السلام، لما أسقط من هذه الآيات جائز عليه بعد بلاغ ما أمر ببلاغه وتوصيله إلى عباد الله، ثم يستذكرها من أمته أو من قبل نفسه إلا ما قضى الله عز وجل نسخه ومحوه من القلوب وترك استذكاره. وقد يجوز أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا سبيله كره، ويجوز أن ينسيه منه قبل البلاغ ما لم يغجر نظما ولا يخلط حكما مما لا يدخل خللا في الخبر، ثم يذكره إياه، ويستحيل دوام نسيانه له لحفظ الله كتابه وتكليفه بلاغه. وتكليفه بلاغه. وتكليفه بلاغه. أحسنت، أحسنت يا حامد، جزاك الله خير. شكرا لك. فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على من احتج على ما احتجوا به في ذلك. اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء عليهم السلام من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخلق الإجماع ولا يقول به مسلم. فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك؟ فإذا لم يكن مذهبهم إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الدلائل على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما صح، وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقوله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وقوله عبس وتولى الآية، وما قص من قصص غيره من الأنبياء، كقوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقوله عنه ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، وقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية، وقوله عن يونس سبحانك إني كنت من الظالمين، وما ذكر من قصته وقصة داود، وقوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إلى مآب، وقوله ولقد همت به وهم بها، وما قص من قصته من إخوته، وقوله عن موسى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت ونحوه من أدعيته، وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم في حديث الشفاعة، وقوله إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله، وفي حديث أبي هريرة إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقوله تعالى عن نوح وإلا تغفر لي الآية، وقد كان قال الله له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال عن إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وقوله عن موسى تبت إليك، وقوله ولقد فتنا سليمان إلى ما أشبه هذه الظواهر،
قال القاضي رحمه الله: فأما احتجاجهم بقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذا قد اختلف المفسرون فيه، فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها، وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع أعلمه أنه مغفور له، وقيل ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها حكاه أحمد بن نصر، وقيل المراد بذلك أمته صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل حكاه الطبري واختاره القشيري، وقيل ما تقدم من ذنبك ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء، وبمثله والذي قبله يتأول قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال مكي مخاطبة النبي مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هي مخاطبة لأمته، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، سر بذلك الكفار، فأنزل الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الآية، والمؤمنين في الآية الأخرى بعدها قاله ابن عباس: فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب أن لو كان. قال بعضهم: المغفرة ها هنا تبرئة من العيوب. وأما قوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فقيل ما سلف من ذنبك قبل النبوة، وهو قول ابن زيد والحسن، ومعنى قول قتادة، وقيل معناه أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم، ولولا ذلك لأثقلت ظهره، حكى معناه السمرقندي، وقيل المراد بذلك ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى بلغ حكاه الموردي والسلمي، وقيل أراد حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية حكاه مكي، وقيل ثقل شغل سرك وحيرتك وطلب شريعتك حتى شرعنا ذلك لك حكى معناه القشيري، وقيل معناه خففنا عنك ما حملت بحفظنا لما استحفظت وحفظ عليك، ومعنى أنقض أي كاد ينقضه، فيكون المعنى على من جعل ذلك لما قبل النبوة اهتمام اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فعلها قبل نبوته وحرمت عليه بعد النبوة، فعدها أوزارا ثقلت عليه وأشفق منها، أو يكون الوضع عصمة الله تعالى له وكفايته من ذنوب لو كانت لأنقضت ظهره، أو يكون من ثقل الرسالة أو ما ثقل عليه وشغل قلبه من أمور الجاهلية وإعلام الله تعالى له بحفظ ما استحفظه من وحيه. وأما قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فأمر لما يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيه من الله تعالى نهي، فيعد معصية، ولا عده الله تعالى عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة وغلطوا من ذهب إلى ذلك، قال نفطويه: وقد حاشاه الله تعالى من ذلك، بل كان مخيرا في أمرين، قال: وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فكيف وقد قال الله تعالى: فأذن لمن شئت منهم، فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعل، وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قط، أي لم يلزمكم ذلك، أي لم يلزمكم ذلك. ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب، ما لم يعرف كلام العرب، قال: ومعناه عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا. قال الداودي: روي أنها تكرمة. وقال مكي: هو استفتاح كلام مثل أصلحك الله وأعزك. وحكى السمرقندي أن معناه عافاك الله. وأما قوله في أسارى بدر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، الآيتين فليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه بيان ما خص به وفضل من بين سائر الأنبياء، فكأنه قال: ما كان هذا لنبي غيرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم ولم تحل لي نبي قبلي. فإن قيل: فما معنى قوله تريدون عرض الدنيا الآية؟ قيل: المعني بالخطاب من أراد ذلك منهم وتجرد غرضه لعرض الدنيا
وحده والاستكثار منها، وليس المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا علية أصحابه. بل قد روي عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر، واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم عن القتال حتى خشي عمر أن يعطف عليهم العدو، ثم قال لولا كتاب من الله سبق. واختلف المفسرون في معنى الآية، فقيل معناها لولا أنه سبق مني ألا أعذب أحدا إلا بعد النهي لعذبتكم، فهذا ينفي أن يكون أمر الأسرى معصية. وقيل المعنى لولا إيمانكم بالقرآن وهو الكتاب السابق فاستوجبتم به الصفحة لعوقبتم على الغنائم. ويزاد هذا القول تفسيرا وبيانا بأن يقال لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن وكنتم ممن أحلت لهم الغنائم لعوقبتم كما عوقب من تعدى. وقيل لهم الغنائم ممن أحلت لهم الغنائم ولعوقبتم كما عوقب من تعدى. وقيل لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أنها حلال لكم لعوقبتم، فهذا كله ينفي الذنب والمعصية، لأن من فعل ما أحل له لم يعصي. قال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وقيل بل كان قد خير صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد روي عن علي قال جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال خير أصحابك في الأسارة، إن شاء القتل وإن شاء الفداء على أن يقتل منهم عام المقبل مثلهم، فقالوا الفداء ويقتل منا. وهذا دليل على صحة ما قلناه أنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه، لكن بعضهم مال إلى أضعاف الوجهين مما كان الأسطح غيره من الإثخان والقتل، فعوتبوا على ذلك. وبين لهم ضعف اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم، وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى نحو هذا أشار الطبري. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا القصة لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر، إشارة إلى هذا من تصويب رأيه ورأي من أخذ بمأخذه في إعزاز الدين وإظهار كلمة وإبادة عدوه، وأن هذه القضية لو استوجبت عذابا نجا منه عمر ومثله. وعين عمر لأنه أول من أشار بقتلهم، ولكن الله لم يقدر عليهم في ذلك عذابا لحله لهم فيما سبق. وقال الداودي والخبر بهذا لا يثبت، ولو ثبت لما جاز أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بما لا نص فيه ولا دليل من نص ولا جعل الأمر فيه إليه، وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. وقال القاضي بكر بن العلاء أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتبه له من إحلال الغنائم والفداء، وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه، فما عاتب الله تعالى ذلك عليهم، وذلك قبل بدر بأزيد من عام. فهذا كله يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسارة كان على تأويل وبصيرة، وعلى ما تقدم قبل مثله فلم ينكره الله تعالى عليهم، لكن الله تعالى أراد لعظيم أمر بدر وكثرة أسراها والله أعلم إظهار نعمته وتأكيد منته بتعريف ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل ذلك لهم، لا على وجه عتاب وإنكار أو تذنيب. هذا معنى كلامي. وأما قوله تعالى عبس وتولى الآيات فليس فيه إثبات ذنب له صلى الله عليه وسلم، بل إعلام الله تعالى أن ذلك المتصدى له ممن لا يتزكى، وأن الصواب والأولى كان لو كشف لك حال الرجلين الإقبال على الأعمى. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل وتصديه لذلك الكافر كان طاعة لله تعالى وتبليغا عنه واستيلافا له كما شرعه الله، لا معصية ومخالفة له. وما قصه الله عليه من ذلك إعلام بحال الرجلين وتوهين أمر الكافرين عنده، والإشارة إلى الإعراض عنه بقوله تعالى وما عليك ألا يزكى. وقيل المراد بعبس وتولى الكافر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو تمام. وأما قصة آدم عليه السلام وقوله تعالى فأكلا منها بعد قوله ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وقوله تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وتصحيحه تعالى عليه بالمعصية بقوله وعصى آدم ربه فغوى أي جهلا، وقيل أخطأ، فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. قال ابن زيد نسي عداوة إبليس له، وما عهد الله تعالى إليه من ذلك بقوله إن هذا عدو لك ولزوجك الآية.
قيل نسي ذلك بما أظهر لهما. وقاله ابن وقال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وقيل لم يقصد المخالفة استحلالا لها، ولكنه اغتر بحلف إبليس لهما إني لكما لمن الناصحين، وتوهما أن أحدا لا يحلف بالله تعالى حانثا. وقد روي عذر آدم بمثل هذا في بعض الآثار. وقال ابن جبير حلف بالله لهما حتى غرهما والمؤمن يخدع. وقد قيل نسي ولم ينوي المخالفة، فلذلك قال تعالى ولم نجد له عزما، أي قصدا للمخالفة. وأكثر المفسرين على أن العزم هنا الحزم والصبر. وقيل كان عند أكله سكران، وهذا فيه ضعف، لأن الله تعالى وصف خمر الجنة أنها لا تسكر. فإذا كان ناسيا لم تكن معصية، وكذلك إن كان ملبسا عليه غالطا إذ الاتفاق على خروج الناس والساهي على حكم التكليف. وقال الشيخ أبو بكر بن فورك وغيره إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوة، ودليل ذلك قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فذكر أن الاجتباء والهدى كان بعد العصيان. وقيل بل أكلها متأولا، وهو لا يعلم أنها الشجرة التي نهي عنها، لأنه تأول نهي الله عن شجرة مخصوصة لا على الجنس. ولهذا قيل إنما كانت التوبة من ترك التحفظ لا من المخالفة. وقيل تأول أن الله تعالى لم ينهه عنها نهي تحريم. فإن قيل فعلى كل حال، فقد قال الله تعالى وعصى آدم ربه وقال فتاب عليه وهدى، وقوله في حديث الشفاعة ويذكر ذنبه وإني نهيت عن أكل الشجرة فعصيته. فسأتي الجواب عنه عن أشباهه مجملا آخر الفصل إن شاء الله تعالى. وأما قصة يونس عليه السلام فقد مضى الكلام على بعضها آنفا، وليس في قصة يونس نص على ذنب، وإنما فيها أبقى وذهب مغضبا وذهب مغاضبا. هو عملها ممكن بالرواية ذهب مغضبا مغاضبا، وقد تكلمنا عليه. وقيل إنما نقم الله عليه خروجه من قومه فارا من نزول العذاب. وقيل بل لما وعدهم العذاب ثم عفى الله تعالى عنهم قال والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدا. وقيل بل كانوا يقتلون من كذب فخاف ذلك. وقيل ضعف عن حمل أعباء الرسالة، وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم، وإذا كله ليس فيه نص على معصية إلا على قول مرغوب عنه. وقد تقدم الكلام أنه لم يكذبهم، أنه لم يكذبهم الرواية إن شاء الله يكذبهم. وقوله تعالى أبقى إلى الفلك المشحون، قال المفسرون تباعد. وأما قوله إني كنت من الظالمين، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذا اعتراف منه عند بعضهم بذنبه، فإما أن يكون لخروجه عن قومه بغير إذن ربه تعالى، أو لضعفه عما حمله، أو لدعائه بالعذاب على قومه، وقد دعا نوح بهلاك قومه فلم يؤاخذ. وقال الواسطي معناه نزه ربه تعالى عن الظلم، وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافا واستحقاقا. ومثل هذا قول آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، إذ كان السبب في وضعهما غير الموضع الذي أنزل فيه، وإخراجهما من الجنة وإنزالهما إلى الأرض. وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيها الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك، ولا ورد في حديث صحيح. والذي نص الله تعالى عليه قوله وظن داود أنما فتناه، إلى قوله وحسن مآب، وقوله فيه أواب، فمعناه إلى قوله وحسن مآب وحسن مآب، وقوله فيه أواب فمعناه فتناه أي اختبرناه. وأواب قال قتادة مطيع، وهذا التفسير أولى. قال ابن عباس وابن مسعود ما زاد داود على أن قال للرجل انزل لي عن امرأتك وأكفنيها، فعاتبه الله تعالى على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله بالدنيا، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبته، وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد. وحكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك، فظلمه بقول خصمه. وقيل بل لما خشي وقيل بل لما خشيه على نفسه وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي من ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام وغيرهما من المحققين. وقال الداودي ليس في قصة داود وأوريا خبر
يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل إن الخصمين اللذين اختصما إليه رجلان في نعاج غنم على ظاهر الآية. وأما قصة يوسف وإخوته عليهم السلام فليس على يوسف منها تعقب، وأما إخوته فلم تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالهم. وذكر الأسباط وعدهم في القرآن عند ذكر الأنبياء قال المفسرون يريد من نبئ من أنباء الأسباط. وقد قيل إنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان، ولهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به، ولهذا قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فإن ثبتت لهم نبوة فبعد هذا والله أعلم. وأما قول الله تعالى فيه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فعلى طريق كثير من الفقهاء والمحدثين أن هم النفس لا يؤاخذ به وليست سيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فلا معصية في همه إذن. وأما على مذهب المحققين من الفقهاء والمتكلمين فإن الهم إذا وطنت عليه النفس سيئة، وأما ما لم توطن عليه النفس من همومها وخواطرها فهو المعفو عنها، وهذا هو الحق. فيكون إن شاء الله تعالى إن شاء الله هم يوسف من هذا، ويكون قوله وما أبرئ نفسي الآية أي ما أبرئها من هذا الهم، أو يكون ذلك منه على طريق التواضع والاعتراف بمخالفة النفس لما زكي قبل وبرئ. فكيف وقد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة أن يوسف لم يهم، وأن الكلام فيه تقديم وتأخير، أي ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ولقد قال تبارك وتعالى عن المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، وقال تعالى وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وقال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي الآية. قيل في ربي الله تعالى، وقيل الملك، وقيل هم بها أي بزجرها ووعظها، وقيل هم بها. طبعا يا شباب ولقد همت به وهم بها، القراء الحذاق يقفون على ولقد همت به، لأن همها يختلف عن همه عليه السلام، هي همت به لتغريه للمعصية، وهم بها ليدفعها عن نفسه، فالهم مختلف، هذا شيء. والشيء الآخر أنه كما قيل هنا إن الآية فيها تقديما وتأخيرا، يعني لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، إذن لم يحدث هم أصلا منه عليه السلام لأنه رأى برهان ربه. نعم. وقيل هم بها أي أغمها امتناعه عنها، وقيل هم بها أي نظر إليها، وقيل هم بضربها ودفعها، وقيل هذا كله كان قبل نبوته. وقال وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يمن إلى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله تعالى فألقى عليه هيبة النبوة، فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه. وأما خبر موسى عليه السلام مع قتيله الذي وكزه فقد نص الله تعالى أنه من عدوه، قيل كان من القبط الذين على دين فرعون، والدليل السورة في هذا كله أنه قبل نبوة موسى. وقال قتادة وكزه بالعصا ولم يتعمد قتله، فعلى هذا لا معصية في ذلك، وقوله هذا من عمل الشيطان، وقوله ظلمت نفسي فاغفر لي. قال ابن جريج قال ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. وقال النقاش لم يقتله عن عمد مريدا للقتل، وإنما وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. قال وقد قيل إن كان هذا قبل النبوة وهو مقتضى التلاوة، وقوله تعالى في قصته وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء، قيل في هذه القصة وما جرى له مع فرعون، وقيل إلقاؤه في التابوت واليم وغير ذلك، وقيل معناه أخلصناك إخلاصا. قال ابن جبير ومجاهد من قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها، وأصل الفتنة الاختبار وإظهار ما بطن، إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار يؤدي إلى ما يكره. وكذلك ما روي في الخبر الصحيح من أن ملك الموت جاءه فلطم عينه ففقأها الحديث ليس فيه ما يحكم على موسى بالتعدي وفعل ما لا يجب له، إذ هو ظاهر الأمر بين الوجه جائز الفعل، لأن موسى
دافع عن نفسه من أتاه لإتلافها، وقد تصور له في صورة آدمي، ولا يمكن أنه علم أنه علم حينئذ أنه ملك الموت، فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التي تصور له فيها الملك امتحانا من الله تعالى. فلما جاءه بعد وعلمه أن الله تعالى وعلمه الله تعالى أنه رسوله إليه استسلم. وللمتقدمين والمتأخرين عن هذا الحديث أجوبة هذا أسدها عندي، وهو تأويل شيخنا الإمام أبي عبد الله المازري، وقد تأوله قديما ابن عائشة وغيره على صكه ولطمه بالحجة وفقع عين حجته، وهو كلام مستعمل في هذا الباب في اللغة معروف. وأما قصة سليمان عليه السلام وما حكى فيها أهل التفسير من ذنبه، وقوله تعالى ولقد فتنا سليمان، فمعناه ابتلينا، وابتلاؤه ما حكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتينا بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله. قال أصحاب المعاني والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه، وهي عقوبته ومحنته. وقيل بل مات فألقي على كرسيه ميتا، وقيل ذنبه حرصه على ذلك وتمنيه، وقيل لأنه لم يستثني لما استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني، وقيل عقوبته أن سلب ملكه، وذنبه أن أحب بقلبه أن يكون الحق لأختانه على خصمهم. لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، وقيل ولا يستثنون في سورة القلم. نعم. وقيل وأوخذ بذنب قارفه بعض نسائه، ولا يصح ما قاله. وقيل أوخذ وأوخذ أوخذ وأوخذ نعم. ولا يصح ما قاله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه، لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا، وقد عصم الأنبياء من مثله. وإن سئل لما لم يقل سليمان في القصة المذكورة إن شاء الله، فعنه جوابان: أحدهما ما روي في الحديث الصحيح أنه نسي أن يقولها، وذلك لينفذ مراد الله تعالى، والثاني أنه لم يسمع صاحبه وشغل عنه، وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لم يفعل هذا سليمان غيرة على الدنيا ولا نفاسة بها، ولكن مقصده في ذلك على ما ذكره المفسرون ألا يسلط عليه أحد كما سلط عليه الشيطان الذي سلبه إياه مدة امتحانه، على قول من قال ذلك. وقيل بل أراد أن تكون له من الله تعالى فضيلة وخاصة يختص بها كاختصاص غيره من أنبياء الله ورسله بخواص منه، وقيل ليكون ذلك دليلا وحجة على نبوته كالإلانة الحديد لأبيه وإحياء الموتى لعيسى واختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر، وأنه أخذ فيها بالتأويل وظاهر اللفظ لقوله تعالى وأهلك، فطلب مقتضى هذا اللفظ وأراد علم ما طوي عنه من ذلك، لا أنه شك في وعد الله، فبين الله تعالى علته أنه ليس في من أهله الذي وعده الله تعالى بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح، وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلموا ونهاه عن مخاطبته فيهم، فوخذ بهذا التأويل وعتب عليه، وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له في السؤال فيه. وكان نوح فيما حكاه النقاش لا يعلم بكفر ابنه، وقيل في الآية غير هذا، وكل هذا لا يقتضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويل وإقدامه بالسؤال فيما لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه. وما روي في الصحيح من أن نبيا قرصته نملة فحرق قرية النمل، فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فليس في هذا الحديث ما يقتضي أن هذا النبي أتى معصية، بل فعل ما رآه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما أباح الله تعالى. ألا ترى أن هذا النبي كان نازلا تحت شجرة، فلما آذته النملة تحول برحله
عنها مخافة تكرار الأذى عليه، وليس فيما أوحى الله تعالى إليه ما يوجب عليه معصية، بل ندبه إلى احتمال الصبر وترك التشفي كما قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذ ظاهر فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خاصته، فكان انتقاما لنفسه وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك. ولم يأتي في كل هذا أمر نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك، ولا بالتوبة والاستغفار منه، والله أعلم. فإن قيل: فما معنى قوله عليه السلام: ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن زكريا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب عنه ما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت من غير قصد وعن سهو وغفلة. فصل. يعني هنا طبعا الشيخ رحمه الله يعني أخذ في تفنيد الشبه الواردة في بعض الأحاديث وبعض سير الأنبياء عليهم السلام، فهذا من باب الحجاج. يعني إن قلت كذا قلنا كذا، إن قلت كذا قلنا كذا، إن قلت كذا قلنا كذا. نعم. نعم. فصل. فإن قلت: فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين، فما معنى قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم وإشفاقهم، وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ فاعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن درجة الأنبياء عليهم السلام في الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى وسنته في عباده وعظيم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه عز وجل، والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم ووخذوا عليها وعوتبوا بسببها أو حذروا من المؤاخذة بها وأتوها على وجه التأويل أو السهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خايفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علي منصبهم، ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم. فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني الرذل، ومنه ذنب كل شيء أي آخره، وأذناب ذنب كل شيء أي آخره، وأذناب الناس رذالهم. فكان هذا أدنى أفعالهم وأسوأ ما يجري من أحوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي والخشية لله تعالى وإعظامه في السر والعلانية. وغيرهم يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش بما تكون بالإضافة إلى هذه الهنات في حقه كالحسنات، كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي يرونها بالإضافة إلى علي أحوالهم كالسيئات. كذلك العصيان الترك والمخالفة، فعلى مقتضى اللفظة كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة وترك. وقوله تعالى: غوى، أي جهل أن تلك الشجرة هي التي نهي عنها، والغي الجهل. وقيل: أخطأ ما طلب من الخلود إذ أكلها وخابت أمنيته، وهذا يوسف عليه السلام قد ووخذ بقوله لأحد صاحبي السجن: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قيل: أنسي يوسف ذكر الله تعالى، وقيل: أنسي صاحبه أن يذكره لسيده الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث. قال ابن دينار: لما قال ذلك يوسف قيل له: اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك، فقال: يا ربي أنسى قلبي كثرة البلوى. وقال بعضهم: أخذ الأنبياء بمثاقيل الذر لمكانتهم عنده، وتجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في أضعاف ما أتوا به من سوء الأدب. وقد قال المحتج للفرقة الأولى على سياق ما قلناه: إذا كان الأنبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤاخذ به غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته، وحالهم أرفع، فحالهم إذن في هذا أسوأ حالا من غيرهم. فعلم أكرمك الله تعالى أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم، بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سبب، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمنامات رتبهم، كما قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال لداود: فغفرنا له ذلك.
الآية وقال بعد قوله بعد قول موسى تبت إليك إني اصطفيتك على الناس الآية وقال بعد ذكر فتنة سليمان وإنابته فسخرنا له الريح إلى وحسن مآب وقال بعض المتكلمين زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة كرامات وزلف وأشار إلى نحو مما قدمناه وأيضا فلينبه غيرهم من البشر منهم أو ممن ليس في درجتهم بمؤاخذتهم بذلك فيستشعروا الحذر ويعتقدوا المحاسبة ليلتزموا الشكر على النعم ويعدوا الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بها أهل هذا النمط الرفيع المعصوم فكيف بمن سواهم ولهذا قال صاحب هذا النمط عندك؟ اكتب النمط؟ النمط وفي رواية النصاب ولهذا قال صالح المري ذكر داود بسطة للتوابين قال ابن عطاء لم يكن ما نص الله تعالى من قصة صاحب الحوت نقصا له ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا فيقال لهم فإنكم من ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر ولا خلاف بعصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا كلمة النمط عجيبة يعني كلمة غريبة في عند الأقدمين استخدام كلمة النمط نعم هي مغفورة على هذا فما معنى المؤاخذة بها إذن عندكم وخوف الأنبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لو كانت فما أجابوا به فهو جوابنا عن المؤاخذة بأفعال السهو والتأويل وقد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء عليهم السلام على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله تعالى على نعمه كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أمن من المؤاخذة بما تقدم وتأخر أفلا أكون عبدا شكورا وقال إني لا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي قال الحارث بن أسد خوف الملائكة والأنبياء عليهم السلام خوف إعظام وتعبد لله تعالى لأنهم آمنون وقيل فعلوا ذلك ليقتدى بهم وتستن بهم أممهم كما قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء وهو استدعاء محبة الله تعالى قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فإحداث الرسل والأنبياء عليهم السلام الاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين استدعاه لمحبة الله تعالى والاستغفار فيه معنى التوبة وقد قال الله تعالى لنبيه بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية وقال فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فصل قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته صل عليه السلام عن الجهل بالله تعالى وصفاته أو كونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا وقبلها سمعا ونقلا ولا بشيء مما قرره صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع وأداه عن ربه عز وجل من الوحي قطعا عقلا وشرعا وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله تعالى وأرسله قصدا أو غير قصد واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل مجرورة استحالتي ما هو وخلف القول ما أبلا وخلف القول ونظرا وبرهانا وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا وتنزيهه عن الكبائر إجماعا وعن الصغائر تحقيقا وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة وعصمته في كل حالته من رضا وغضب وجد ومزح ما يجب لك أن تتلقاه باليمين وتشد عليه يد الضنين وتقدر هذه الفصول حق قدرها وتعلم عظيم فائدتها وخطرها فإن من يجهل ما يجب للنبي أو يجوز أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه لا يؤمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه ولا ينزهه عما لا يجوز أن يضاف إليه فيهلك من حيث لا يدري ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار الظن الباطل به واعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار ولهذا ما احتاط صلى الله عليه وسلم على الرجلين اللذين رآياه ليلا وهو معتكف
في المسجد مع صفية فقال لهما إنها يا صفية، ثم قال لهما إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمناه عليه في هذه الفصول، ولعل جاهلا لا يعلم بجهله إذا سمع شيئا من هذا. يرى أن الكلام فيه جملة من فضول العلم، وأن السكوت أولى، وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها، وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه، وتنبني عليها مسائل لا تنعد من الفقه، ويتخلص بها من تشغيب مختلف الفقهاء في عدة منها، وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في أفعاله عمدا. وبحسب لا يلوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة، وعصمته ما في إخباره وإبلاغه، وعصمته وعصمته من المخالفة في أفعاله عمدا. لا يلوز عليه السهو فيه وعصمته من الكبائر والمخالفة في أفعاله عمدا. لا لا، وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل، بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به. وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتي في من أضاف إلى النبي شيئا من هذه الأمور ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الإجماع فيه والخلاف، كيف يصمم في الفتوى في ذلك؟ ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدح؟ فإما أن يجترئ على سفك دم مسلم حرام، أو يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولسبيل هذا ما اختلف أرباب الأصول وأئمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة عليهم السلام. توقف لله ونكمل بعد العصر. طيب، سنتوقف يا شباب، نصلي العصر إن شاء الله ونستأنف. شكرا عليكم. الله أكبر. الله أكبر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فنستأنف يا شباب إن شاء الله الإقرار، ووقفنا عند فصل في القول في عصمة الملائكة. صح. تفضل يا شيخ حامد. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال القاضي إمام عياض رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر العلماء والمشائخ. آمين يا رب. فصل في القول في عصمة الملائكة عليهم السلام. أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء، واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين سباء في العصمة كما ذكرنا عصمتهم منه، وأنهم في درجات الأنبياء وحقوقهم، والتبليغ إليهم للأنبياء كالأنبياء مع الأمم. واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي، واحتجوا بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وبقوله كرام بررة ولا يمسه إلا المطهرون، ونحوه من الآيات. وذهبت طائفة إلى هن ونحوه من الآيات عندك؟ نعم موجود. نعم موجود. وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين. وذهبت طائفة إلى أن هذا نعم طائفة. وذهبت طائفة. وذهبت طائفة إلى أن هذا تسمعونه يقول طائفة. نعم. وذهبت طائفة. وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم المقربين، واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفاسير، نحن نذكرها إن شاء الله بعد، ونبين الوجه فيها إن شاء الله. والصواب عصمة جميعهم وتنزيه جنابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم،
ورأيت بعض شيوخنا أشار إلى أن لا حاجة للفقيه بالكلام في عصمتهم، وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائد التي ذكرناها، سوى فائدة الكلام في الأقوال والأفعال فهي ساقطة هاهنا. فمما يحتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت، وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقلة المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما. فاعلم وفقك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في شيء يؤخذ بقياس. والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر بعضهم قول بعض، وأنكر أيضا ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره. وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نصه الله تعالى أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان عليه السلام وتكفيرهم إياه. وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نحبر في ذلك ما يكشف عن غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله. فاختلف أولا في هاروت وماروت، هل هما ملكان أو إنسيان، وهل هما المراد بالملكين أم لا أو لا، وهل القراءة ملكين أو شفت قال ماذا قال وهل هما الملك اختلف أولا في هاروت وماروت هل هما ملكان أو إنسيان. نعم، هل هما ملكان أو إنسيان، هذا هو الصحيح. نعم، وهل هما المراد بالملكين أو لا، وهل القراءة ملكين أو ملكين بفتح اللام أو بكسرها أو بهما جميعا، وهل ما في قوله وما أنزل على الملكين وما يعلمان من أحد نافية أو موجبة. فأكثر المفسرين قالوا إن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه، وأن عمله كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن. قال الله تعالى حكاية عنهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتعليمهما للناس له تعليم إنذار، أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه لا تفعل كذا، فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتحجلوا بكذا فإنه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة. وروى ابن وهب عن خالد بن أبي عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت وأنهما يعلمان السحر، فقال نحن ننزههما عن هذا. فقرأ بعضهم وما أنزل على الملكين، فقال خالد لم ينزل عليهما، فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما في تعليمه بشريطة أن يبجننا أنه كفر وأنه امتحان من الله تعالى وابتلاء، فكيف لا ننزههما عن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار. وقول خالد لم ينزل يريد أن ما نافية، وهو قول ابن عباس قال مكي وتقدير الكلام وما كفر سليمان، يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعتهم في ذلك اليهود. وما أنزل على الملكين قال مكي هما جبريل وميكائيل، ادعى اليهود عليهم المجيء به كما ادعوا على سليمان، فأكذبهم الله تعالى بقوله في ذلك. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قيل هما رجلان تعلماه، قال الحسن هاروت وماروت عجلان من أهل بابل. وقرأ وما أنزل على الملكين بكسر اللام، وتكون ما إيجابا على هذا، وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزة بكسر اللام، ولكنه قال الملكان هنا داود وسليمان، وتكون ما نفيا على ما تقدم. وقيل كانا ملكين من بني إسرائيل فمسخهما الله، حكاه السمرقندي. والقراءة بكسر اللام شاذة، فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي حسن ينزه الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا. وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون وكرام بررة، ولا يعصون الله ما أمرهم، ومما يذكرونه قصة إبليس وأنه كان من الملائكة ورئيسا فيهم ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه، وأنه استثناه من الملائكة بقوله فسجدوا إلا إبليس، وهذا أيضا لم يتفق عليه، بل الأكثر ينفون ذلك، وأنه أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد.
وقال شهر بن حوشب: كان من الجن الذين طردتهم الملائكة في الأرض حين أفسدوا. والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب سائغ، وقد قال الله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ومما رووه في الأخبار أن خلقا من الملائكة عصوا الله فحرقوا، وأمروا أن يسجدوا لآدم فأبوا فحرقوا، ثم آخرون كذلك حتى سجد له من ذكره الله تعالى إلا إبليس في أخبار لا أصل لها تردها صحاح الأخبار فلا يشتغل بها، والله أعلم. نقرأ؟ نعم. الباب الثاني من القسم الثالث فيما يخصهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية. قد قدمنا أنه عليه السلام وسائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر. وتجرع كأس الحمام يعني الموت. نعم نعم. ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة فيه، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وخلق جميع البشر بمدرجة الغيرة، فقد مرض عليه السلام واشتكى وأصابه الحر والقر وأدركه الجوع والعطش. نعم. أصابه الحر والقر. هناك مكتوب القر، وفي الهامش القر والبرد. بالفتح؟ نعم بالفتح. فتح القاف؟ نعم بفتح القاف. طيب. وأدركه الجوع والعطش، ولحقه الغضب والضجر، وناله الأعياء والتعب. إعياء والتعب. نعم. ومسه الضعف والكبر، وسقط فجحش شقه وشجه الكفار وكسروا رباعيته، وسقي السم وسحر وتداوى عليه السلام واحتجم وتنشر وتعوذ، ثم قضى نحبه فتوفي صلى الله عليه وسلم، ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان والبلوى. وهذه كلها سمات البشر التي لا محيص لهم عنها. وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم من ذلك، فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير. عنا خير ما جزى نبينا عن أمته. آمين. صلى الله عليه وسلم. نعم. فقتلوا قتلا ورموا في النار ونشروا بالمناشير. ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه الله عز وجل، كما عصم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من الناس. فلئن لم يكف نبينا ربه يد ابن قمئة يوم أحد، ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور، وأمسك عنه سيف غورث وحجر أبي جهل وفرس سراقة. ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم، فلقد وقاه ما هو أعظم منه من سم اليهودية. وهكذا سائر أنبيائه مبتلى ومعافى، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات، ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم، ويرتفع التباس عن أهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم. لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام، ولا يكون في محنهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن. وليكون في محنهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم. قال بعض المحققين: وهذه الطوارئ والتغيرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية، المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس، وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. قال: وقد قال عليه السلام: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال: لست أنسى ولكن أنسى ليستن بي.
فأخبر عليه السلام أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره، وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم لا يحل منها شيء باطلة بخلاف غيره من البشر في حكم الآفات التي تحل هناك لا يحل منها شيء باطلة. وأن الآفات قبلها الآفات التي تحل ظاهره تحل. وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم لا يحل منها شيء باطنة بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه، وهو عليه السلام في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته، حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما ذكرناه. وكذلك غيره إذا جاع ضعف لذلك جسمه وخارت قوته فبطلت بالكلية جملته، وهو عليه السلام قد أخبر أنه لا يعتريه ذلك، وأنه بخلافهم لقوله لست كهيئتكم إني أبيد يطعمني ربي ويسقيني. وكذلك أقول إنه في هذه الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وعرض وغضب لم يجري على باطنه ما يخل به، ولا فاض منه على لسانه وجوارحه ما لا يليق به، كما يعتري غيره من البشر مما نأخذ بعد في بيانه. فصل في الرد على من طعن في حديث السحر. فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم سحر، كما حدثنا الشيخ أبو محمد العتابي بقراءة عليه قال حدثنا حاتم بن محمد قال حدثنا أبو الحسن علي بن خلف قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخجل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. نعم. وفي رواية أخرى حتى كان يخجل إليه أنه كان يأتي النساء ولا يأتيهن الحديث. وإذا كان هذا من التباس الأمر. نعم. من التباس الأمر على المسحور، فكيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ فاعلم وفقنا الله وإياك. هذه شبهة. نعم. في الحديث حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، فكيف يرد عليه الشيخ فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طعنت فيه الملحدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا. وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل تجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته عليه السلام. وأما ما ورد أنه كان يخجل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروؤه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر، فغير بعيد أن يخجل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. وأيضا فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخجل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، وقد قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر، ولم يأتي في خبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله، وإنما كانت خواطر وتخجلات. وقد قيل إن المراد بالحديث أنه كان يتخجل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخييل لا يعتقد صحته لتكون بحمد الله اعتقاداته كلها على السداد وأقواله على الصحة. هذا ما وقعت عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحناه من معنى كلامهم وزدناه بيانا من تلويحاتهم، وكل وجه منها مقنع، لكنه قد ظهر لي في الحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذوي الأضاليل ويستفاد من نفس الحديث، وهو أن عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن ابن المسيب وعروة بن الزبير وقال فيه عنهما سحر يهود بن زريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوه في بئر حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن ينكر بصره، ثم دله الله على ما صنعه فاستخرجه من البئر. وروي نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب وعمر بن الحكم. وذكر عن عطاء الخراسان عن يحيى بن يعمر حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر عن عطاء ذكر هناك ذكر من الذي ذكر؟ أي عبد الرزاق في المصنف، وهو حديث مرسل. هناك في الهامش أي عبد الرزاق في المصنف قبلها، قبل وذكر قبلها السطر. نعم. الذي قبلها وذكر عن عطاء الخراساني، أي ذكر عبد الرزاق عن الخراساني. لا لا لا، قبل عطاء. وروي نحوه عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن كعب. نعم روي، فجاءت يعني بصيغة التمريض. تمريض. نعم. فكذلك وذكر. وذكر. نعم. هنا وذكر في بعدها يعني. وذكر عن عطاء الخراساني. وذكر عن عطاء. هنا وذكر. هو روى. في هامش كوشك أي عبد الرزاق في المصنف. نعم. إذن وذكر عندنا رواية أخرى وذكر. طيب عبد الرزاق. نعم. عبد الرزاق. نعم. تمام. وذكر عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة سنة، فبينا هو نائم أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. الحديث. قال عبد الرزاق: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة خاصة سنة حتى أنكر بصره. وروي محمد بن سعد وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه ملكان. وذكر القصة. فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارح لا على قلبه واعتقاده وعقله، وأنه إنما أثر في بصره وحبسه عن وطئ نسائه وطعامه وأضعف جسمه وأمرضه. ويكون معنى قوله يخجل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة على النساء، فإذا دنا منهن أصابته أخذة السحر سحر، فلم يقدر على إتيانهن كما يعتري من أخذ واعترض. ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون من السحر. ويكون قول عائشة في الرواية الأخرى: إنه ليخجل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله أو ما فعله، من باب ما اختل من بصره كما ذكر في الحديث، فيظن أنه رأى شخصا من بعض أزواجه أو شاهد فعلا من غيره، ولم يكن على ما يخجل إليه لما أصابه في بصره وضعف نظره، لا لشيء طرأ عليه في ميزه. وإذا كان كذلك لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسا ولا يجد به الملحد المعترض أنسا. فصل في أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. هذه حاله في جسمه، فهم أحواله في أمور الدنيا، فنحن نصبرها على أسلوبها المتقدم إن شاء الله بالعقد والقول والفعل. أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع، كما حدثنا أبو بحر سفيان بن العاصي وغير باحد سماعا وقراءة قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد بن عمرويه قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن الرومي وعباس العنبري وأحمد المعاقري قالوا: حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة حدثنا عبد النجاشي قال كلاهما يأبرون ويأبرون. فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنقصت، فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وفي رواية أنس: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وفي حديث آخر: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. وفي حديث ابن عباس في قصة الخرس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، فما حدثتكم به عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب.
وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه في أحوال وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه أو سنة سنها. وكما حكى ابن إسحاق أنه عليه السلام لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نعبر ما براءه من القلب فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي وفعل ما قاله. وقد قال له الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث ثمر المدينة فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل بها نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بالعلوم الشرعية، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية. ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور ويجوز في النادر، وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة. وقد تواتر بالنقل عنه عليه السلام من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر، مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته عليه السلام من هذا الكتاب. فصل فيما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم وقضاياهم. وأما ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم، ومعرفة المحق من المبطل وعلم المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد، فبهذه السبيل لقوله عليه السلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. حدثنا الفقيه أبو الوليد رحمه الله قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وفي رواية الزهري عن عروة قال: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له. وتجري أحكامه عليه السلام على الظاهر، وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك. فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته، فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف أو بجنة أو يمين أو شبهة. ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أحواله وأفعاله وأقواله وقضاياه وسيره، وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به، لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته، لأننا لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية لحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعه عليهم من سرائرهم. وهذا ما لا تعلمه الأمة، فأجرى الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي فيها هو وغيره من البشر، ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع لاحتمال علم ويقين من سنته. وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول. وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام، وليقتدي بذلك كله حكام أمته.
ويستوثق بما يغفر عنه. وليقتدي بذلك كله حكام أمته، ويستوثق بما يؤثر عنه، وينضبط قانون شريعته، وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء، ولا يقدح هذا في نبوته، ولا يفصم عروة من عصمته. فصل في أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية، من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما فعله أو يفعله. وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال، وعلى أي وجه كان، من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب. فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ووردها منه في الأمور الدنيوية، لا سيما لقصد المصلحة. لقصد المصلحة، كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذرة، وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته، وتأكيدا في تحبيبهم وصحبتهم ومسرة نفوسهم، فقوله عليه السلام: لأحملنك على ابن الناقة، وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: أهو الذي بعينه بياض؟ فهذا كله صدق، لأن كل جمل ابن ناقة، وكل إنسان بعينه بياض. وهذا قال عليه السلام: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. هذا كله فيما بابه الخبر. فأما ما بابه غير الخبر فيما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية، فلا يصح منه أيضا، ولا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشيء أو ينهى أحدا عن شيء وهو يبطن خلافه. وقد قال عليه السلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خيانة قلب؟ فإن قلت: فما معنى إذن قوله فكيف أن تكون له خيانة قلب؟ فإن قلت: فما معنى إذن قوله تعالى في قصة زيد: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ما شاء الله، فاعلم أكرمك الله أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها، كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها، مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. وروى نحوه عمرو بن فائد عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش، فذلك الذي أخفى في نفسه. ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه إياها، فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام مما كان أعلمه الله تعالى به. وقوله تعالى في آخر هذه القصة في بقية الآيات: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، فدل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. كان أمر الله قدرا مقدورا، نعم قدرا مقدورا.
فدل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. قال الطبري: ما كان الله ليؤثم نبيه عليه السلام فيما أحل له مثال فعله لمن قبله من الرسل. قال الله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي من النبيين فيما أحل لهم. ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج، وما لا يليق به من مده عينيه لما نهي عنه من زهرة الحياة الدنيا، ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء، فكيف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال القشيري: وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله، وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت، ولا كان النساء يحتجبن منه عليه السلام قبل النبوة بعدها هذا، وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها لإزالة حرمة التبني وإبطال سنته، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، وقال: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية، ونحوه لابن فورك. وقال أبو الليث السمرقندي: فإن قيل فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بإمساكها؟ فهو أن الله تعالى أعلم نبيه أنها زوجته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاقها إذ لم تكن بينهما ألفة، وأخفى في نفسه صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به، فلما طلقها زيد خشي النبي صلى الله عليه وسلم قول الناس يتزوج امرأة ابنه، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته، كما قال تعالى: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد قيل: كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة وردا للنفس عن هواها، وهذا القول إذا زوجنا عليه السلام جوزنا عليه السلام وهذا القول إذا جوزنا عليه السلام أنه رآها فجأة واستحسنها، فمثل هذا لا نكرة فيه لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه الحسن، ونظرة الفجأة معفو عنها. هناك مكتوب فجأة. ونظرة الفجاءة معفو عنها، ثم قمع نفسه عنها وأمر زيدا بإمساكها، وإنما تنكر تلك الزيادات التي في القصة. والتعويل والأولى ما ذكرناه عن علي بن الحسين وحكاه السمرقندي، وهو قول ابن عطاء، وصححه واستحبه القاضي القشيري، وعليه عول أبو بكر بن فورك، وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن استعمال النفاق في ذلك وإظهار خلاف ما في نفسه، وقد نزهه الله عن ذلك بقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. وقال: ومن ظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ. قال: وليس معنى الخشية هنا الخوف، وإنما معناه الاستحياء، أي يستحي منه من يقول تزوج زوجة ابنه، وأن خشيته صلى الله عليه وسلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود وتشغيبهم على المسلمين بقولهم تزوج محمد زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان، فعتبه الله عز وجل على هذا ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له، كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في صورة التحريم بقوله: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وكذلك قوله له هاهنا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقد روي عن الحسن البصري وعائشة: لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما نزل عليه كتم هذه الآية لما فيه من عتبه وإبداء ما أخفاه صلى الله عليه وسلم. فصل في شرح حديث الوصية في مرضه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت قد تقررت عصمته عليه السلام في جميع أقواله وأحواله، وأنه لا يصح منه فيها خلف ولا اضطراب في عمد ولا سهو ولا صحة ولا مرض ولا جد ولا مزح ولا رضا ولا غضب ولا جد ولا هزل، هناك مزح ولا مزح ولا هزل، نعم. ولا جد ولا هزل،
ولا رضا ولا غضب، ولكن ما معنى الحديث في وصيته عليه السلام الذي حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله؟ قال حدثنا القاضي أبو الوليد، قال حدثنا أبو ذر، قال حدثنا أبو محمد وأبو الهيثم وأبو إسحاق، قالوا حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال. حضره الموت يعني. لما حضر هناك، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا. هلموا يعني هناك التشديد على اللام. لا بأس. هلموا. هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. هلموا هذا صح أو خطأ؟ هلموا. لا لا. هلموا هذا خطأ؟ لا لا لا. هلموا التشديد على الميم. نعم. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع. الحديث. وفي رواية: إيتني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. فتنازعوا فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه يعني اسألوه، يعني اطلبوا منه الفهم يعني. نعم. فقال: دعوني فإن الذي أنا فيه خير. وفي بعض طرقه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر. وفي رواية: هجر ويروى أهجر ويروى أهجرا. وفيه: فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، وكثر اللغط، فقال: قوموا عني. وفي رواية: واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا له يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، ومنهم من يقول: ما قال عمر. قال أئمتنا في هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم من الأمراض، وما يكون من عوارضها من شدة وجع وغش ونحوه مما يطرأ على جسمه. معصوم أن يكون منه من القول أثناء ذلك ما يطعن في معجزته ويؤدي إلى فساد في شريعته من هذيان أو اختلال في كلام. وعلى هذا ما لا يصح ظاهر رواية من روى في الحديث هجر، إذ معناه هذا، يقال هجر هجرا إذا هذا، وأهجر هجرا إذا أفحش، وأهجر تعادية هجر. وإنما الأصح والأولى أهجر على طريق الإنكار على من قال لا يكتب. وهكذا روايتنا فيه في صحيح البخاري من رواية جميع الرواة في حديث الزهري المتقدم، وفي حديث محمد بن سلام عن ابن عيينة، وكذا ضبطه الأصيلي بخطه في كتابه وغيره من هذا الطريق، وكذا رويناه عن مسلم في حديث سفيان عن غيره. وقد تحمل عليه رواية من رواه هجر على حذف ألف الاستفهام والتقدير أهجر، وأن يحمل في قول القائل هجر أو أهجر دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم. وأن يحمل قول القائل هجر أو هجر أو أهجر أو أهجر، هناك أو أهجر. طيب. دهشة من قائل ذلك وحيرة لعظيم ما شاهد من حال الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة وجعه وهول المقام الذي اختلف فيه عليه والأمر الذي هم بالكتاب فيه، حتى لم يضبط هذا القائل لفظة وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع، لا أنه اعتقد أنه يجوز عليه الهجر كما حمله الإشفاق على حراسته، والله تعالى يقول: والله يعصمك من الناس ونحو هذا. نعم. وأما على رواية أهجرا وهي رواية أبي إسحاق المستملي في الصحيح في حديث ابن جبير عن ابن عباس من رواية قتيبة، فقد يكون هذا راجعا إلى المختلفين عنده صلى الله عليه وسلم ومخاطبة لهم من بعضهم لبعض، أي جئتم باختلافكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه هجرا ومنكرا من القول. والهجر بضم الهاء الفحش في المنطق. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا، وكيف اختلف الصحابة بعد أمره لهم عليه السلام أن يأتوه بالكتاب، فقال بعضهم: أبا مر النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إيجابها من ندبها من إباحتها بقرائن، فلعله قد ظهر من قرائن قوله عليه السلام لبعضهم ما فهموا أنه لم يكن منه عزمة بل أمر رده إلى اختبارهم أو اختيارهم عند موته،
وبعضهم لم يفهم ذلك فقال استفهموه، فلما اختلفوا كف عنه إذ لم يكن عزمه، ولما رأوه من صواب رأي عمر. ثم هؤلاء قالوا ويكون امتناع عمر إما إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم من تكليفه في تلك الحال إملاء الكتاب، وأن تدخل عليه مشقة من ذلك، كما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به الوجع. وقيل خشي عمر أن يكتب أمورا يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد وحكم النظر وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطئ مأجورا. وقد علم عمر تقرر الشرع وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقوله عليه السلام أوصيكم بكتاب الله وعترتي، وقول عمر حسبنا كتاب الله رد على من نازعه لا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن عمر خشي تطرق المنافقين ومن في قلوبهم مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلك الأقابيل كادعاء الرافضة الوصية لعلي وغير ذلك. وقيل إنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم لهم على طريق المشورة والاختبار، هل يتفقون على ذلك أم يختلفون؟ فلما اختلفوا تركه. وقال الطائفة الأخرى إن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجيبا في هذا الكتاب لما طلب منه، لأنه ابتدأ بالأمر به، بل اقتضاه منه بعض أصحابه فأجاب رغبتهم ما كره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها. واستدل في مثل هذه القضية بقول العباس لعلي بن أبي طالب انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الأمر فينا علمناه، وكراهة علي هذا، وقوله والله لا أفعل الحديث. واستدل بقوله دعوني فإن الذي أنا فيه خير، أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم كتاب الله وأن تدعوني مما طلبتم. وذكر أن الذي طلب كتابه أمر الخلافة بعده وتعيين ذلك. فصل في شرح حديث أيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة، وأحاديث أخرى. فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثنا به الفقيه أبو محمد الخشني بقراءة عليه؟ قال حدثنا أبو علي الطبري قال حدثنا عبد الغافر الفارسي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا إبراهيم بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له لن تخلفنيه نعم فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية ليس لها بأهل، وفي رواية فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة ورحمة. وكيف يصح أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعن، ويسب من لا يستحق السب، ويجلد من لا يستحق الجلد، أو يفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله؟ فاعلم شرح الله صدرك أن قوله صلى الله عليه وسلم أولا ليس لها بأهل، أي عندك يا رب في باطن أمره، فإن حكمه عليه السلام على الظاهر كما قال وللحكمة التي ذكرناها، فحكم عليه السلام بجلده أو أدبه بسبه أو لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره. ثم دعا عليه الصلاة والسلام لشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته لهم ورأفته عليهم التي وصفه الله بها، وحذره أن يتقبل الله في من دعا عليه دعوته أن يجعل دعاءه ولعنه وسبه له رحمة، فهو معنى قوله ليس بأهل لأنه عليه السلام يحمله الغضب ويستفزه الضجر لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحقه من مسلم.
وهذا معنى صحيح ولا يفهم من قوله أغضب أو كما يغضب البشر، أن الغضب حمله على ما لا يجب فعله، بل يجوز أن يكون المراد بهذا أن الغضب لله حمله على معاقبته بلعنه أو سبه، وأنه مما كان يحتمل ويجوز عفوه عنه، أو مما أو كان مما خجر بين المعاقبة فيه أو العفو عنه. وقد يحتمل أنه خرج منه ذلك بمخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف والحذر من تعدي حدود الله تعالى. وقد يحمل ما ورد من دعائه هذا ومن دعواته على غير واحد في غير موطن، على غير العقد والقصد، بل بما جرت به عادة العرب وليس المراد بها الإجابة، كقوله عليه السلام: تربت يمينك ولا أشبع الله بطنا وعقرى حلقا، وغيرها من دعواته عليه السلام. وقد ورد في صفته في غير حديث أنه عليه السلام لم يكن فحاشا، وقال أنس: لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ما له ترب جبينه، فيكون حمد الحديث على هذا المعنى. ثم أشفق عليه السلام من موافقة أمثالها إجابة فعاهد ربه كما قال في الحديث: أن يجعل ذلك للمقول له زكاة ورحمة وقربة. وقد يكون ذلك إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا يلحقه من استشعار الخوف والحاضر من لعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط من رحمة الله. وقد يكون ذلك سؤالا منه لربه عز وجل لمن جلده أو سبه على حق، وبوجه صحيح أن يجعل ذلك له كفارة لما أصابه وتمحية لما اجترم، وأن يكون ذلك عقوبته له في الدنيا سبب العفو والغفران، كما جاء في الحديث الآخر: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فإن قلت: فما معنى حديث الزبير وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين تخاصمه مع الأنصاري في سراج الحرة؟ وهناك في سراج الحرة اسم المكان، اسم مكان نعم. اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الكعبين. فقال له الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر. الحديث. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة أمر يريب، ولكنه صلى الله عليه وسلم ندب الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرضى بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب، استوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. ولذا ترجم البخاري على هذا الحديث: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. وذكر في آخر الحديث فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلا في قضيته، وفيه الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وأنه وإنها أن يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا سباء لكونه فيهما معصوما. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه كما جاء في الحديث الصحيح. وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه لم يكن لتعد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له أن عكاشة قال له: وضربتني بالقضيب فلا أدري أعمدا أم أردت ضرب الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي حين طلب عليه السلام الاقتصاص منه فقال الأعرابي: قد عفوت عنك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربه بالصوت لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه ويقول له: تدرك حاجتك، وهو يأبى، فضربه عليه السلام بعد أن نهاه 3 مرات. وهذا منه عليه السلام لمن لم يقف عند نهيه صواب وموضع أدب، لكنه عليه السلام أشفق إذا كان حق نفسه من الأمر حتى عفى عنه. وأما حديث سباد بن عمرو: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال عليه السلام:
ورث ورث حطة حطة وغشيني بقضيب كان في يده في بطني فأوجعني. قلت القصاص يا رسول الله، فكشف لي عن بطنه صلى الله عليه وسلم فأبيت القصاص. وإنما كان ضربه عليه السلام لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيهه، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمناه. فصل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونتوقف عند هذا الفصل إن شاء الله تعالى. أغلق خلاص.